هما هما جوج الاحداد اللي فار فرقه صحيح كنضل احسن فرقه في المغرب بالنسبه لك انت. دابا احداد واش ما ضرباش في القادر احسن لي غارديال تجيبوا لي بينا احسنهم زمطك ما ضرباش مزيان ضرب في القادر لا لا ما تسيتي ما دوي حتى واحد نيش بغيت نقول احداد لاعب ما زنيتي في الراجه راه جن لي فار لعب في برشيد في الليل خصص ليها طاقه استيعابيه واحد المينيموم ديال تكافؤ الفرص الا قلت لكم ما بغيتش الوداد تربح لي فار راني نزيد نكذب عليه لمن الراح جبيه تديخ ولا لا صحيح كيعفط على الاخر معروف ليلى عبد اللطيف اللي تشفافه يطيح بالزلافه خصنينا حمزه صافي خا حمزه ما متفقش معاك باش قول لي شي حاجه اخويا حمزه الدريب صافي بارك ولا راه ما تدوي على هذاك المدرب هكاك ما يمكنش خربقوا راه ما يمكنش لعبوا قول للمدرب من واش لي انا حمزه صافي واحد الجواب ديال زراوت هكاك ومدوي زراوت لا حنا ماشي حنا ندير حركات في لاطاك باش ما عطيش فرصه لهذاك لاطاك ونشوفو حتى هو من ولا اللعاب تيخرج يقول لك خاص الوداد تجمع العام اش دخل لعاب فهادشي لعاب وسط المعمعه جاوبني جاوبني وسير الله يعاونك والنصير يباع الوداد ديطايا السي محمد فهاد 10 سنين اللي كيدوي على هاد السي محمد راه كان 10 سنين حبسه دابا نتوما كتناقضوا دابا عجبكم دياز حيت ريال مدريد لعيب انا لعاب اختارك اختارك لانه ما بغاتو الصبر ليهم شحال مره ومالو بغى يلعبش معانا لا ماشي مغربي شايفو شحال هادي انا سوفي كاين ظلم في حق هاد اللعيب ما كاش نمشيو حنا عند المدرب نشدو نقول دابا جيب الراحيم سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرو يا سلام حمزة بورصو يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام رمضان مبارك يا سعيد فتاح مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة كرة في 90 حلقة 93 بودكاست في 90 مع سعيد فتاح حمزة بورصو رمضان الدراري مبارك شباكية شنو اللعيبات الصحة والسلامة نبيل بالشقرو معكم دابا انا خايل يا سلمان ناتشيغيل واخا توحشناك والله شن رمضان مبارك سعيد خويا الياس سير اخويا ثانك يو هادي بيه الحمد لله ديال بوم مراكش هادي ديال نونو اشرف غزال لا والو شنو درجه الثقه اللي تيقو فيك اخويا سعيد وانت كتعطينا تشبك ها تقول لا بلاك بسم الله فينا ديال الجمهور بعدا الجمهور اكليت اسمعوا لي نسيتكم هذه ديالكم ما نسيتش هاك ماشي كليت ما نورز نسينا تلفتيني اخا نبي الدراري خويتو بيا الدراري اليوم والله تدير معاكم تضربوا لي كناري دراري فقير مزي الله يحفظ يا خاص كعصه طويله بالعامز تقدر بالعامز كي جانا الجمعة ولكن خويا نبي بالعامز نين نقول بالعامز نزيد العام ولدو هو اللي كيجيب السيمانه تاع الواد اللي جا النهار الجمعه ولدو ما حافظش الصوره الاولين فهمتي كيجي طويله صراحه قنابيل في صراحه مع الشهر المبارك جيتي زوين انت غفلتينا في صراحه لا قلت لكم ما قلت لكم لا جيب لك وحيد ما تقنيش لينا ما جيب لي واحد وحده انا عارف كيف كان مخشيه في شي مخده شي 17 عام خرج اشرف هذا الشيء بقيت تولد في الفم زعما بوش سالي كنت كاتر لا انت قنابيل بالرجوله شفت لك واحد بروجي مزيان دابا حيد البودكاست هادي مزيان عشان لك العام كدير كاسيطات قول لي الفكره دابا الفكر واحد الخيرية حدانا في الدرب الله يبان طارو الدري الصغار هاتي دير ترجع القديم تجيب المقص شوف فريق طن حجام كنبغي نسلم على الواليد كولابوراسيو مع الواليد هادي تحية للواليد ديالك الله الله يحفظك الله يعطيه صحيحته رمضان كريم رمضان كريم العشران كنموتوا عليكم ان شاء الله غدوزوا معكم هذا رمضان ومعنا شباب وبيناتنا الدراري نقراو قران ضروري قران جوج حزيبات في النهار هي 60 في الشهر ان شاء الله هذيك جوج حزيب ولا بغيتي دير المزيان مع راسك بغيتي تهلا في راسك قرا اربعه تختموا جوج مرات في الشهر ان شاء الله يا رب زوين ان شاء الله حمزه وجد لي شي تورنوا بعدا اخويا حمزه كاين تورنوا واش انا معاك بعدا مرحبا في خبارك والله تمايا بالله ولا تقالوا لي عندك 10 دقائق صور لي لا كارت ناسيونال دقائق تدخل ولا تدخل كرون وداير لك انا تعلم واقيلا انت واخا تتعلم 10 دقائق سعيد اخو بصح الكويبا من الكويبات النادره اللي كاينه في والله العظيم اخو طوني كروز وعقلك والله سعيد راه عاقد علينا كنسقك هذاك الحجام تسير ديري هذاك الحجام 100 درهم سميتو بعدا بطل هشام بطل خويا التحيه لك ولكن باقي كنت ساكن عندي فلوسي كنت ساكن واحد 4 تحسينات قال لك قول لي راه كنت ساكن واحد 4 تحسينات لا فهمتي بس شوف
راه حمزه راه عارف باش ما نكذبش على الجمهور وما نكذبش على راسي وما نكذبش عليكم. انا راه الماكسيموم شحال ليك تنحسن بحمراء 20 درهم من شويه وليت 50 درهم 50 درهم دابا ما تنفوتهاش. وانت اللي عيطتي ليا قلت لي بغيت نمشي للشام ديالك وراه عندي طرا عندي الخويا ديال عنده واحد الحوليه تيحسن لي كامل ب 20 درهم هادشي تزو عاوتاني حاولي شي بان حاولي شي بان لك اون فورم عاوتاني شي دز ناري خلعني راه عاوني شي نار جدو من القبر وقال لي واش هذا هو الحال والله الا عرفتي مشيت عنده ولا لقى باغي فهمتي كيتفاهم معاه على الثمن ما كيشكي عليا الحجام قال لي لقيت عنده شي جيل ديال 2006 باقي واحد الماركه قديمه عنده شعر واحد والله الا قال لي راه لا تندير رضوان تاع ديال رضوان ماشي المغني معروفه حمراء العيبات والله الا جاتك واعره تبارك الله خويا على اشتريها لهم يقولوا لي مزيانه ما كانتش مزيانه نقرع ما رمضان الله يمزقد الله يمزقد والله تنقرع والله باش مشيتي للليفار كنت مقرع ولك جي من الامارات غليظ شويه فهمتك مرتاح واش قرعوا لك بزاف ها قرعوا لا جيت مقرع جيت مقرع ملزم كتخيلك جوج صور ميقات ولكن خاص تعرف علاش قرعت لا حولي لا حولي طالك لا لا حولي طالك لا مش يصابوا مش يصابوا الجرانات لا والله لا هاك فوطه سير دوز لا لا شي خاص تعرف علاش قرعت اخويا حمزه دابا انا كنت في ليفار بيان سور ما جاكش الشاصه سقط الشعر كيجي لحنايا حنا نساخط الوالدين لا فيك في الامارات مشيت دخلت واحد السوبر مارشي فهاد وخديت واحد الطرطيبه العزيه عرفتي عرفت شو مال الحال سخون تما كنت سيتها في راسي 10 دقائق انا ولا كثر عرفتي بغيت نغسل تيبان لي الطرف تيطيح وضرب فهمتيني مشيت ولعبت بها ماتش تما لعبتي بالشعله الاولمبيه اللي عندك لا فهمتي كثر نجمعوا بزاف فهمت كان معامر وكان البلاص الخويات فيه جيت صافي وانا جيت مزيان دابا فيك جيل ماتش كروس اللي حسدك دابا كروس اللي حملك والله يمي حملك كروس واحد كروس بدا كيقرع هادشي كون عندك الشعر ديالك دور تضرب الروز هذاك الغبار طبا وكون عندي الشعر ديالك فتح والله دابا شرابوف دابا متخيل شرابوف كره كتعيط كتقول لي راه شرابوف في السبيطار والله يا خويا تندير فقير فقير الفقير جات بالشعر الفقير كيعاونه الفقير ريها مع راسك سعيد وفيش اي لوف يو عند رمضان مبارك سعيد علينا وعليك خويا الله يحفظك حمزه وفيش رمضان كريم رمضان كريم خوت الله يدخلوا عليكم بالصحه يا ربي امين ان شاء الله غندوزو معكم رمضان زويون ان شاء الله مع اشرف راه كل نهار غادي تجيب لنا هاد اللعيبات صافي فهمتي بليتي انا ما عرفتش شنو داير فيه انا الشبانيه بصح جي خصو يجيب الرايب ياك الفلون ولا شي حاجه سعيد مريحو كتقول لي الفلون زعما علاش البيض بلدي مزيان علاش كتجي معاه الفلون البيض بلدي مزيان فهمتني مرحبا بالدراري يقولوا الدراري العشرين ديالنا نقول لهم البروغرام ديالنا شهر ثلاثه الحلقات في السيمانه ثلاثه الحلقات ميساج موجه ما نصلوش معاك التراوح صلوا معاك المغرب ونزيدوا انت اصلا غتصوم ثلاثه المرات الزيمانه ما يمكنش ثلاثه المرات الزيمانه حتى سيري معك معك المهم ثلاثه الحلقات جوج حلقات حلقه وشنو هو كتخرج فيها اصلا ما كاين ما يدار صافي ونجيو ندوز صافي نبدا مع شلوحوا ال10 ولا 11 دابا كنقرو حنا معاكم مع ال20 مع اش قلت 10 ولا 11 حلاوه ال11 خلونا في ميساجات الدراري الوقت المناسب اللي بغاو الدراري هي ال11 حلاوه حنا باقي متردين فهمتيني اخوتي نتوما ديسيديو الدراري وال20 والعشرينات يصيفطوا لينا صافي دونك الجوله 23 من البطوله البطوله ديالنا اللي جيش حافظت على ليكار ديال 4 نقاط مع الرجاء دونك باقا المنافسه غادي وكيتكفح لينا غادي وكينصهر معليش ما قلتيش الرجاء باقا دايره الضغط حيت الرجاء باقا عندها ليكار ديال 4 نقاط بغيت نختار لك شي لعيبه شي لوجيك اخرى باش تفرح يعني كاينه المنافسه كاينه المنافسه كاينه المنافسه كاين منافسه قويه منافسه شرسه راه باش تجيب ربح من الفوس صعيبه منافس مباشر الفوس حتى هو ديالك ولي تحت منه واخا كاين واحد البوان ديكار اللي كبير وليني اي تعثر كان اليوم كان يخدم مصالح ديال الجيش وكان غادي يعطي ثقه كبيره للفتح باش تطمع في البلاصه ديالك الراجلات ديال البطوله ان شاء الله صافي ان شاء الله وي ان شاء الله لي ماشي علاش حمزه رمضان واش نقول لك انا كنقول لك قلت لك شي حاجه بان الرجاء ما بغيتش دير البطوله راه تنكذب عليك عارف كان عارفك واخا نبداو بالرجاء قبيل اخويا كيداز عليا ديك الخمسه دقائق الاخرى طلعنا طلعتوا عليا صح لا اشرف راه عرفتي اشرف كيفوش في الضحك صراحه داس عليا خمسه دقائق خايبه اوكي كان ماتش مزيان مع الجو ديريكت وما هذاك الشيء داس عليا خمسه دقائق خايبه
دوك الرجاء حتى هي كتحافظ على ليكار ديال 4 نقاط هذيك الحق حتى هي كتحافظ عليه ما خلاتوش يوسع دوك الرجاء 1-0 مع الفتح وي لي فار لي 2-0 كونتر برشيد منافسه كانوا صافي ضياقت عليهم بيناتهم غنشوفوا شكون اللي غادي يفاريها دو على الرجاء بدو بالرجاء ما بين جوج منافسين بدو بالرجاء الرجاء كنظن انا واخا قلت قبل صراحه دويش بزاف وقلت باللي لي فار غتديها مي اليوم هذا الرباح اللي دارت الرجاء في الرباط كان صحيح وشحال هذه ما ربحات خارج الديره وامام خصم قوي وكانوا كيتعذبوا خارج الديره بصح نقطه محترمه جبد كي ومن الفوس ماش ماشي ساهل وفوس اللي كتعرف انتعاشه على مستوى النتائج في الماتشات الاخرين من البدايه ديال الروتور وهي الجيش كتقدم مستويات كبار وقت هي كتجيب دي ماتش على الاكستيريور كتربحهم واخا حمزه الرجاء ولا فتح شفنا الرجاء اليوم بتشكيل يمكن شويه مختلف شفنا مبارك شفنا الغياب ديال بوغرين والغياب ديال بولكسوت وهادشي برافو لزريده عاوتاني من هذا المنبر اللاعب اللي تلعب في ميليو وتحتاجو تبقاتي دير ورا فرقع عليك ولكن شوف بيلانتي اي واحد تيغلط شوف انا معاك انا فهمتيني ولكن نقدر نقول لك نقدر نقول لك عاوتاني حتى الكومونيكاسيون ديال لي ديفونس ولا الكارديان كان يهضر معاك يقدر يقول لي عندك حيده ورا لا والو مابقاش تقول لي انت ريسبونسابل مي كتجي لهذيك البلايص واخا تكون اتاكون كتعامل تعامل ديال ديفونسور في هذيك المنطقه اتفق معك احمد ولكن تتقابل بعض المرات تكون عندك واحد الثقه او ثاني شويه انت اتاكون عندك لي كاليتي باش دريبلي هذاك خينا اللي قدامك في هذوك المناطق تندوي على لا كنتي في هذوك المناطق وشديتيها كاع بار اكزومبل حنا ما كندويوش على لاكسيون ديال زريده كندويو على اكسيون كيف ما كانت انت اتاكون تحطيتي في هذيك المنطقه وجاو عطاوك كره وعندك بوسيبيليتي فين باش دريبلي تتايق في لي كاليتي ديالك باش تحيد هذاك ولكن راه ما كتلعبش بلي كاليتي ديالك هي اصلا كتحاول تلعب فاسيل في هذوك المناطق باش ما كتاخذش الريسك يعني ديك المنطقه زيرو ريسك ولكن فيها. هنا في قالك هو ميليو تيران ملي لعب شي اريادر هو تسنى دوك الهفوات ديال واحد ما كيلعبش بلاصو وليني هو واحد موالف كيشدها ميليو تيران على خاطرو لا كنتي غتلعبوا لا بروميير فوا تمايا ولكن زريده كان كيلعب اريير دروا ملي كان سلامي فراش زريده راه لعب في الماتش ديال مازيمبي اريير درو يعني زريده عنده واحد الاكسبيريونس في هذاك البوست مي الكره هو ماشي هو تعامل خاطئ اولا فهمتيني ديجاج هو شنو هو المبدا الاول في هذيك المنطقه هو زيرو ريسك واخا غنرجعوا ليها ما تاخذش ريسك في هذيك المناطق كاين لو بوين ديال سعيد ديال كوميونيكاسيون ديال حيده ديال نقولوا ما دواش معاك صح اكيد داي نورمالمون خصك دير لو نيسيسير ديغاجي او كملها فهمتيني ما حد ما عندكش لانفورماسيون ما واخدهاش حيت كون كنتي واخد لانفورماسيون ما غاديش هكا ولكن عرف شي حمزه عاوتاني هو ما كان قريب الغارديان فهمتي يا حمزه تاق قال اللعبه ما زنيتي ولكن بعيد. انا متفق معاك ما غاديش دير بعيد بزاف ديال اصلا هذاك الشيء كديرو حتى كتكون واخد لانفورماسيون اكاكي وانت ما واخدش لانفورماسيون وقلت انا دور مهم شنو هو اول حل عندك مي ما كتكونش واخد لا فورماسيون هو كتحيد الدونجي والكومونيكاسيون ما داخلاش انا حمزه صعيب وحدك غارديان هو تيشوف فيك وحدك ديفونسور وراه بين عندك راه وراك ديغاج يعني باش عرفتي زنيتي ما كانش ليه لا ماشي مش مسؤوليه لزنيتي ولا خفيف المهم في هذاك الوقت كما قال حمزه يقدر يكون عاطي بالظهر ولا في الجنب باش يلعب مع الغارديان واخا ما خاصهاش دير ولكن واحد يقول لي عندك كتشوف فيهم يمكن ما كانش عاطي بالظهر دابا اسمع هو كان فحال هكا جنب كيجي كره في ميديكاجي في ميديكاجي بالراس وبغى يحط لزنيتي البوزيسيونمون ديال الكور ديالو وضعيه الجسم ديالو في الاول خاطئه من الاول وضعيه الجسم ديالو خاطئه زائد على انه ما مسكانيش ما واخدش لانفورماسيون ما عارفش شكون اللي موراه حتى اللي بروفوكان البينالتي ناح كان قدامه لا ما جا كانش قدام وحمزه كان ورا خفيفي راه وجب اصبغ خفيفي باش خفيف بغى يديكاجي قاصو انا نح ها فين كان هو زريده هذا خفيفي فين كان يعني فين انا نح راه انا نح مين كان جو يعني واش ما كانش قدامو ما كانش كيشوف فيه كان تيشوف فيه الصعيب هو يجي داير كذاك اللي موراه انا اللي وراك زعما يخطف من قدامك هذيك اللي خايبه هذيك خايبه شفتي بانه قريب للخفيف خديتي ريسك زايد
والتعامل ديال خفيفي حتى هويا كان يمكن ليه واخا غادي نرجعوا يتعامل اوتخوم نرجعوا حتى لابارات ديال الزنيتي اللي هنا في كيبانوا لي غارديان كتكون محتاج دوك النقاط رجل المباراه غادي نرجعوا ليها باش ما نقصوش عاوتاني باقي بيد ديال الموهوب باقي كيفاش لعبت الفتح كيفاش لعبت الراجا واش الراجا انا اللي بان ليا هذا الراجا واش بدل شويه السيل دو جو ديالها مابقاوش دوك التقطيقات لا بالعكس الراجا هي غياب بوكري لا سمع حتى هو واش ولات الراجا كتلعب بداك السيل دو جو ديال الحبس شويه ديال لا ديال تبعاني سبعه الماتشات خصني نربحهم كاملين باش نطلع ليفر يعني ما بقاش الوقت ديال لا اسمع الراجا تبقى لادين ديالها ما عمرها تبدل الراجا لادين ديالها ما عمرها تبدل كاع لي ماتشات تلعب بنفس الطريقه ديالو فهمتيني انا بالو اليوم ماشي هما لا اليوم راه لعبوا مع منافس اللي ماشي عادي واخ الفتح راه كما قال حمزه قبيله يلاه راجعين تما بانتصارات لاعبين باغي الكاف باغي الكاف الماتش راه ماشي ساهل الراجا اليوم باش عجبوني باش عجبني المدرب واللعابه اليوم في هذا الماتش هو ان الطريقه ديال شي لعابه بانت تبدلات واخا الغياب ديال بوكري راه اثر شويه ما وي الغياب ديال بوكري اثر اللعاب اللي شد الكره يعطيك الحل يعطيك بزاف ديال الحوايج اليوم زريده ونفاتي وبوزو يعني كانوا مزيانين ولكن بوكري كان تعطي واحد الاضافه في ذاك الماتش الراجا باش عجبوني اليوم اخويا نبيل والطريقه بعض المرات تكون كره عند لا ديفونس شي حاجه بان لي لي بوز ديال لي جوار بعدياتهم تيتبدلوا شحال من مره تلقى كره عند خفيفي تيبان لك زريده لي اريال دروش يدخل الميليو تيخلي لي سباس باش يهبط الزروني ياخذ لا بال شفنا بزاف ديال لي زوماتيزم كما تيقولها حمزه شفنا بزاف ديال التغييرات اللي وقعوا في الماتش وهادشي راه عطى وما تنساش اول حاجه بعدا اللي نتاكد عليها وانا زنيتي الراجا خاصو يفتخر بانه ما عنده واحد الكارديا هو انا زنيتي برافو شحال في 100 انا زنيتي شحال في 100 شوف انا تنقول لك ديما نبيل نبيل واخا تنقول لك انا سوبر ماريو تنقول لك ديما على انس الراجا باش يفرحوا عندهم كارديا تيلعب برجليه مزيان راه يقدر هو يعطيك الديرنيير باس انا متفق معاك فادي كاكي لانه كون كان شي جول اخر كان غيتعامل اوترومون في هذيك الكره ديال البيوت ديال البيت خاص هو راه شاف اخويا زاد وشاف لا حيت شتي كيفاش دار دار راسو بحال غيديكاجي ويعاود يلعب المقدم هنا من فوق فلاغوش. من فوق راس ديال زاتاكو راك عرفتي انس ولكن راه قليل القرار ديالك راه كنضيعوا الوقت قليل غارديان اللي كيلعب كنضيعوا الوقت بيان سور والله الا فهمت كتشوي تقول حيت شي مازال برجليه شي مازال الباس ديال المقدم كان ان جو ديريكت فهمتيني كان باغي يأبوي على يحيد الواني الدونجي من حد من المناطق ديالو يطلع البلوك لا بغينا نقولوا بلوك الكره يطلع البلوك وكان ان اكسبلوا ديال الموهوب برافو واخا جو الموهوب قبل متفقين ان الراجا ما شفناهاش بداك يمكن الحكان لي زاتاكو ما كانوش اون فور لي زيكسونتري ما كانوش اون فور وحتى اللي كان غيدير الادوار ديال بوكرين اللي كان مسؤول على باش يدير الادوار ديال بوكرين اللي كان هو ادم نفاتي ما توفقش ادم علاش اخويا حمزه مصافق معك تلعب واقف ما كانش ما تلعب واقف ماشي موبيل ماشي الاخر تيبوجي كيبوجي الاخر تيطلع كتلقى حدا لارير كياخذ من عنده ويمشي يلعب ديال الطوماتي يمكن الا مشيت مع الطرح ديال سعيد هو ان بوكرين هو اللي كيدورهم كاع كيدور بزاف بوكرين كيدور لاكوش تلقى هو اللي كيدورهم هو اللي كيقول لك يدور هذاك كاع داك الثلاثي ديال لاطاك هو اللي كيدورو بهذوك لي بيرميتاسيون مره هو يا راك عارف شي شحال ذكي هو يا كيعرف كيستغل المساحات كيعرف يستغل المساحات الخاويه كيعرف يديبلاسا اونتر لي لين كيعرف يطلبها كيعرف يخلق ممرات ديال التمرير لراسو ولصحابو حتى هما عنده واحد لو شون فيزوال لي بانوراميك فهمتيني دارك تشوفو كيشوف هنايا وكيلعبها لك هنايا وكنعاود ثاني دي كاليتي عند النفاتي عند شبوكرين الضربه ديال ادم عند شبوكرين عاد باش في الان كونتر ان يلعب فور فهمتيني تكنيكمون كيقدر يتفوق على لادفيرسير ديريكت مباشر ديالو من غير هاد لي كاليتي اللي قلت لك ادم اليوم ادم عنده بوكو دو كاليتي بيان سور ادم تضيع في ليكسبلوزيفيتي ديالو مي كتدخلو للميليو تيرا ما ماشي في حاجه سي ان جوور دو كولور نفاتي سي ان جوور دو كولور اللي كيدير فيه الفرق وفين تما فين دار الفرق مع الراجا زرهوني كاكسونتري غوش تلف هذوك لي روبير ديال هذاك البوست هذا العام هذا بيرفورما اون اتاك حتى فاش خرج هضرنا على هذيك الحلقه حتى فاش خرج موهوب ومشى هو لاطاك راك عقلتي انا بلي اش قلت لك هنا فين كيبان الزرهوني قوي
وقلت لك الزرهم وفلاكسيون ديال الموهوب اللي تماركا فيها البيت تبارك الله بهذاك ليكسبرو انديفيديوال وداكشي. قلت لك راه الزرهوني كان كيدير لا ديفيرونس بهذه الطريقه، مي كانش كيكونوا تيتسدوا الحلول على الرجاء في لالي. كان الزرهوني هو اللي كيدير هذه الادوار هادو وكان كيتفوق فيهم. واش الزرهوني ضحيه للغياب ديال المهاجم الرجاء في البدايه ديال الشامبيون؟ لان اليوم اللي كيبان لي الزرهوني مابقاش لا لاطاك لا الخلوة. علاش وتفدو زميطة فاش دخل البروفوندور ماشي هو الزرهوني. البلوك كان طايح بزاف، كان خصك دير بوكو ديفور باش توصل لاطاك. راه الفتح قتلات الرجاء بجو ديريكت. راه السلامي تبارك الله كانت واحد الحرب تكتيكيه كبيره. لو جو ديريكت كيخليك ترجع البلوك، كيخليك ترجع البلوك البلوك ديالك كيتسير تقرب للجول باش تقرب باش تربح حتى الدوزيام بالون حتى هي. وفين هي شاف بان مبارك هو في صناعه اللاعب تيعطيك حلول كثيره، ولكن ملي كتبغي يدير الادوار الدفاعيه ويسترجع مع الكواري ويستقبل اللعب كتلقى مشكل. تما فين كان المدرب ذكي ودفع باغفي هو وكامارا. كامارا دفع به في البدايه ديال الشوط الاول لا فبلاسمو ودار ادوار كبيره. كامارا بدات كيتطلق تبارك الله. هذاك اللي هو راه من نهار بدا في الماتش كان مزيان. باقي صغير عنده مستقبل كبير وربح النادي الرجاء الرياضي. هذاك اللاعب بحال هذا واخا البيت موهوب ان اكسبلو انديفيديوال ديال اللاعب. حيت هنا كريتيكينا موهوب بزاف باش نكونوا واقعيين. وكان مزيان على موهوب وكان مزيان طرق اللي كنقولوا حنا ما كرهناش شي ماركي. شوف نبيل اش نقولوا ديما حنا باش نضحكوا مع حمزه الخامس ديالو تبارك الله. نضحكوا مع حمزه وتنكريتيكو موهوب راه باش يكون مزيان تبروفوكا مزيان نديروا ليه وكا باش يكون مزيان. كان ما هضرناش عليه كان عيا خليه نقولوا حنا الحمد لله فهمتي. ها هو دابا اليوم راه كان من اللي قرو احسن لاعب اللي كان في الماتش قبل ما يخرج. وي تبارك الله لي زابي راه ماشي تنجامل على الفاس انا. واش اثر بهذيك الاصابه اللي توعات من مورا الهدف او ما عرفش واش كانوا ولا ان شوا ديال لونطري ولا يسد ولا ان شوا ديال لونطري. لا حتى هو جبليه توعات يسد طاح شي دوفو حمزه. ولا عيب حمزه ماشي لا كيفاش لا غنسد راه ماشي غادي ندخل لك انا غندخل لك كامارا وراك انا باغي نسد على مركامو كامارا راه ديفونسيف. لا شوف يقدر وي عنده اسبي ديفونسيف برافو عليك يقدر. ولكن تما هو بلا شفنا في هذوك جلق طاح شي دوفو ولا ما طروف طاح من غير مورا البيت طاح مره الاولى شد في الجنب ديالو ومره الثانيه عاوتاني طاح يعني ما قدرش يكمل ولا شي حاجه تاثر بالاصابه يمكن ولا شي حاجه. يوم عجبني بزاف كيفاش تعامل في اللقطه ديال البيت. لا برافو كان واحد التريوت داك التريوت اللي كاش عنده حاجه عجبتني ماشي لابيل ديال البيت ماشي اللقطه ديال البيت عجبتني الخطفه وكمل لاكسيون الباس فين تضرب باس لونغ راه هو اللي ضرب عليها مع الباس الخدال الباس وخداها الثاني. ولكن ما تنساش حتى كان حتى واحد سوء تفاهم ما بين الباسل وقاسمي حتى هما كانوا واقفين مزيان. لا ماشي هكاك الباسل عول على لافوط الباسل قرا الاربيتر غيسيف لي ليا لا قال زعما في هذاك الكونتاكت الزابط الاربيتر غيعطيني لافونتاج مي الاربيت ما هو مع السرعه ديالو الاربيت شاف بانه ما فيها والو. السيد غادي تيقلب على كان كونتاكت عادي عند ديال من موراها الديفونسور الاخر حتى هو حقر قال يمكن راه موهوب راه ما غايبعدو شويه. لا قال ما عرفش موهوب بانه كيطمع في كل شيء ورابيد ما قالش بانه موهوب غادي يجي يقدر يبريسي بحال هكا. قال انا غادي ناخذ وقتي يمكن ونلعبها مع الجول على خاطري. تما فين جا بانيكا فهمتي بانيكا هو اصلا غوشي قاسمي ووضعيه الجسم ديالو كانت بحال هكا كيشوف بحال هكا يعني كان على البيدرو ديالو عرفتي كاين كيكونوا شويه ديكيليبر ماشي واحد التعطال في دماغهم هذوك فهمتيني باش يرياجيو فهمتيني لي غوشي واحد ايمني واحد غوشي اللي كانت عنده البيفابل ديالو كياخذ واحد الوقت. دونك تما مو هو بداها عاد ندوي على لاكسيون اللي عاد ندوي على اللي قلتي انت اللي قلتي انت يا خويا نبي ديك اللقطه اللي طريت فيها كيفاش وانا واخا انا كنت كنقول راه خدا ان ريسك فهمتيني كان خصو يدوز باس لا يدوز باس البوزوق كان غادي معاه فاش دار وليني بوزوق عاوتاني كنت كنقول بوزوق دخل بزاف بلاص ما يتيري هنايا باش ما يدخلش في لور جو يعطيه اون دوزيام سوليسيون فهمتيني يخلي الموهوب بلا شوا واش يضرب الكادر واش يعطيك نتايا ما تدخلش نتايا تما تسد عليه كاع لي شوا وتقول لهم وصافي ما عطانيش فهمتيني يا كيفي خليك انت معاه على القرص خليك مقاد معاه وتسناه
مزيان كتعطيه حل بزاف ديال الحوايج انت كتعطيه حل مي التعامل ديالو تبارك الله كان ديال اللاعبين الكبار ديال اللاعب عنده مستقبل كبير ان شاء الله حتى انا برافو عليه وباين عليه والله كيلعب في الرجاء باش يدير الفرق والحمد لله هو انا كنسول سؤال واحد دابا موهوب واحد الدري كنظن عنده واحد 22 عام ياك باقي صغير صغير تبارك الله لا فيتيس عنده تكنيكمون مزيان ماشي ومونطالمون فور مونطالمون فور هو رجع من بعد هذيك الحمراء برافو عليك السكيل برافو عليك من بعد حتى الهضره ديالنا حنا بعد الهضره ديال بزاف حنا مزيان حنا تنديروا له كب باش يكون احسن علاش ما ينجحش علاش ما يخليش راسو ينجح هو عنده هاد لي كاليتي كاملين وهو ناجح فوالا كمل تبارك الله عليه تبارك الله تبارك الله عليه وتبارك الله على الدراري كاملين اللي داروا ماتش محترم حتى الفتح حتى هما داروا ماتش زوين حتى لا ما 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 ماشي الفتح اللي كنتفرج فيها انا لا ضد المنافسه ديريكت شو ديريكت شو ديريكت يمكن عاقوا بان الرجاء كتمحن مورا ظهرها ولكن عاوتاني الرجاء لا طيحات لك بلوك ولي صعيب غيولي صعيب وغنوليو نشوفو في بوكو ديشي ما ماتش ما والو ما بقاوش نشوفو في الكوره ما بقاش نشوفو في واحد لو فوتبول بليزا فهمتيني ولكن المدربين ما ماشي مطالبين باش يعطوك جوده فهمتيني حتى انت كتحاتم معاه النتيجه بيلانتي دوينا على لاكس وكيفاش جات بيلانتي اللي مشى ليه احداد واش زنيتي ولا احداد زنيتي بيان سور شوف انا نقول لك ما ضربش مزيان حمزه لا شوف لا شوف لا شوف لا نبيل 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 شوف شوف نبيل شوف ضربش مزيان شوف شوف اول حاجه شوف ضرب فوتو كبير دابا شوف باش عرفت علاش زنيتي تلحق وما يتلحقش احدد ها شوف انا شوف كون دابا احدد واش ما ضربهاش في الكادر دوي معايا البيلانتي تيبقاش ما ضربهاش مزيان واش ضربها في الكادر ولا ما ضربهاش علاش بغيتي تحللها انت كتحللها بالعاطفه لا والله ما قال انا خصني زنيتي لا شوف 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 لا لا بلاتي سولتيني قلت لك قلتي لي واش زنيتي ولا احداد قلت لك زنيتي وكنشرح لك علاش علاش عاطفه لا بلاتي ما ضربهاش مزيان علاش زنيتي ما تلاحش ليه على اليمين على اليسار ديالك اول حاجه بلاتي نبيل بلاتي نبيل اول حاجه شوف 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 اسمع نبيل اول حاجه اول حاجه تيبقى زنيتي زمطك لا اسمع اول حاجه قولوا ارغومونتي زيد انا جاي لك اول حاجه تيبقى زنيتي من الاحسن لي غارديال تيجبدوا لي بينات احسنهم احسنهم انا متفق شوف ماشي حد عطشي وانا عندي حاجه اخرى اسمع وعندي حاجه اخرى ولكن الله اسمع عندي حاجه اخرى احدته وتضرب مزيان اكثر نكون متفق معاك ما ضربهاش مزيان ضرب في الكادر اسمعني دخلني نكملها حمزه تما باش عرفتو الزني صح ضربها في الكادر ضربها في الكادر ودابا خليني نكمل دابا زنيتي كنت ودابا علاش قطعت شي ديالك وخليه هو دويجي تاع حمزه ودابا لا لا خليه لا لا زنيتي ما دوعي حتى واحد مانيش بغيت نقول لك انا ضربها في الكادر معاك ولكن ما ضربهاش بهذيك الطريقه اللي خاصها تضرب واش فهمتش تقدر الكره فين مشات تبان لك بحال اللي دارت كتروبوندي شويه كتفهمتيني واش ماشي ولكن انا اللي شفت انا من غير زنيتي ومن غير احداد اول حاجه احداد لاعب ما زنيتي في الرجاء لاعب ما في ليكيب ناسيونال يعني عارفوا فين غادي يضرب واخا يقول لك عندي سؤال اخر دابا احداد ما عارفش هادشي واه زنيتي اللي عارف ما فهمتينيش دابا ما تاخذش واحد الفكره هو لعب ما زنيتي ودابا حمزه دابا تتقول واحد الفكره راه مثلا انت تكون طرات لك واقيله في الماس ولا شي وعنده الحق في هادي راه في الماس راه تمشي مع زنيتي حتى واقيله كاع تقدر تمشي للبينا عارف حمزه فين تيضرب ما تكونش عارف شي غارديا عارف لك كيفاش تضرب ولينا واش انا ما خصنيش نتعامل مع هذا المعطى كحمزه وهادي عاوتاني متفق معاك ولكن هو راه بغيت انا نقول لك هو كتزيد ليه في الحدود ديالو انا بغيت نقول لك واحد الفكره انا زنيت غاردياكم غارديا انا وعارف حمزه تيلعب معايا يلعب معايا في الفراج يلعب معايا في ليكيب ناسيونال في الماس وعارف كيفاش تضرب عندي واحد 50% انا حمزه ديالو عارفه فين تيضرب نقدر نمشي نجبدها لك ولكن انت عاوتاني تبقى داكشي اللي قلتي انت على حساب العقليه ديال اللعاب عاوتاني عارف غارديا فين تيمشي انا باش نقول شي كاتشي زعما باش نطيح من الاناس ولا من البينالتي ثم قلتوا دابا السؤال كان بسيط هو جيه واش حد احدد ولا اناس فيكم انا اناس هو انا لا حنا تنفهموا انا احدد على حساب الهضره اللي هضرت وانا قلت فهمتي دخلت احدد حيت احدد ما ضربش مزيان كيضرب حسن هكا علاش ماشي انس اللي جبدها والبيلاتي اللي ضرب البيلاتي اللي ضرب ليه البيلاتي اللي ضرب ليه في كاس العرش عذبوا واش قلت لك هادي وكشوف واحد ضرب 4 سنين واش ما داخلاش لونتيسيباسيون ديال انس في هذاك البيت داخله ولكن ما ضربش مزيان ما كانش قراءه صحيحه ديال انس حيت واخا كون ضربها مزيان كون ضربها مزيان واخا يتلاح لا ما غيجبدهاش شفتي الخلاصه ديال القول ديال القول اي لاعب دابا في البطوله المغربيه يوقف قدام انس
تجي واحد شويه الفوبيا. خص عارف انس عنده مال كاينه هاد القضيه هذه واحد العامل مهم انك تضرب على واحد تدافع على شي واحد انا اسف تدافع على حتى واحد تدافع على حتى واحد انا خص عارف انس البينالتيه داز معايا ولعب معايا رجن ومجمدش هاد الاحداد ومجمدش هاد الاحداد ومجمدش هاد الاحداد ولا اجل لعابه كبار جبد لهم بينالتيات فهمتي هادي تتبقى واخا واحد السؤال انا مثلا انا كسلامي كجمال السلامي ما طاحش كنعرف زنيتي مزيان ترينيت به ما طاحش في راسي نقول احداد ما تمشيش والبيوتور ديال الفرقه وكيقلب ينمي الرصيد ديالو وهو اللي خدع على العاتق ديالو ديك المسؤوليه حتى صحابو بغاو يعاونوه يمكن حيت كنعرفوا المراحل اللي داز منها احداد مع الوداد وهذا العام تبارك الله راه كيدير مركز 7 كنظن مركز 7 و8 تخليه قريب من 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 من, من هداف البطوله دونك حتى هو كان كيبغي ينمي الحظوظ ديالو وكنت كسلامي تفكر في هداف البطوله ولا تفكر في ان بوين اللي تقدر يعاون وانا لا ما غنعطيهاش الاتاكون اكثر واحد كيتعامل اكثر واحد محطوط تيتحط في هذوك لي سيتوياسيون شكون اللي كيتحط في هذوك لي سيتوياسيون بزاف ديفون لو بوت في الماتش دون ان ماتش دو فوتبول هو الاتاكون تيكون ديما قريب للبوطو يعني الاتاكون غادي تكون عنده في ضربه الجزاء كيكونوا عنده دوك لي سونساسيون فهمتيني كتكون عنده دوك الحس عند الاتاكون عنده العلاقه مع البوطو فوالا فوالا خويا نبيل العلاقه ديال الاتاكون مع البوطو كتكون احسن من ولكن من العلاقه ديال الاميليو تيرا مع الشبكه ولا ديال ان ديفونسور مع الشبكه لانك انت حداها قريب ليها انت هو وانت اون بلوس انت هو البيوتور ديال الفرقه علاش ما غنثقش بك انايا وانت اللي كتنفسني في كل ماتش شوف حنا كنحلوا كنوعوا الاراء مايمكنش انا نجي نقول لك زنيتي ماشي مسطي في بيليتيات مسطي خارج لي عقلو ادك حارس كاين راك عقلو واحد الماتش في كاس العرب الفي سميت في داك حارس كاين راك جبد جوج في جوج دقائق خمس دقائق راه ما يمكنش ورا انس انس حتى هو عنده دي تكنيك ديالو اللي ما يقدر يدوي لك عليهم الا حارس بحال انس او حال او انس اللي غيقول لك فوالا شوف انس قبل ما تضرب كره اشنو كيدير او انس كيبقى حاضر الوضعيه ديال الجسم ديال اللاعب حتى تضرب البالون او لا انس ما كياخذش ديك القراءه الاستباقيه فهمتيني انس ماشي انس تحط رجليك اخويا تحط رجليك على الكره فهمتيني مزيان هاد النقاش دابا حيت كاين واحد الناس واخا ما خصهاش تدوي عليهم كيجي كيقول لك وا دابا سلامي اكس جوور ديال الرجاء اكس اونطريون ديال الرجاء حدد زقلا اكس جوور ديال الرجاء لا كان اكس ديال الوداد راه في الرجاء كان اكس ديال الوداد دابا ديغنييرمون وكيلعب الرجاء قبل وهادي ديال السلامي قبل الوداد كان في وهادي ديال السلامي ولد الرجاء وعبوب ولد الرجاء هادشي تخربيق ما يخدموش ما يلعبوش ضد الرجاء نهار يكون عندهم ماتش ضد الرجاء شنو يديروا ما يجيوش لا ما خسروش صافي خسروا لا ما خسروش صافي هذوك راه متخاذلين هذوك المدربين ولا كيخدموا المصالح ديال الرجاء ياك هادشي اللي هادشي اللي تيبغي يتقال لي هادشي اللي ما تنبغيش نفهم انايا بحال هذاك المدرب ما عنده اوبجيكتيف حتى هو يولي مدرب كبير ما عنده اوبجيكتيف يدي نهار يجي يشد الرجاء ما عنده اوبجيكتيف يدي بطوله مع هذيك الفرقه ولا كنت انايا عندي طموح باش نشد الرجاء واحد النهاريات انايا خصني نربحها خصني برافو عليك انا نبيل خصني نبيل لهذوك الرجاء بانني انا مدرب كف موجود خصني نعذبكم باش تجيبوني انا الله يسهل عليك اخويا انا معاك في هذه القضيه خصني نطرح لان الناس كي لا حشومه هادشي ما خصوش نبقاو نسمعوا الله يرحم الوالدين الدراري هادشي تيرالي تيفاري وكانوا دي زيكزامبل اللي كبار جري ندو عذب الرجاء حتى وانا نكون مدرب ديال استراليا نتلاقى مع المنتخب الوطني المغربي لقيت كيفاش نعذبو نعذبو خويا نبيل نبيل باش تضرب الشبكه راه ما كاينش شي حيدها لك واخا حنا متفقين لي فار ماتش سهل سهلوا على راسهم مي ماركيو داك البيت في الاول سهلوا على راسهم جمهور كان غيصعب الماتش في الدوزيام ميتون تبدل الاداء ديال اليوسفيه برشيد اللي مالوروزمون حطوا رجل في الدوزيام ديفيزيون ما كناش باغيين عليهم مالوروزمون هادشي اللي تعرض هادشي اللي عاش اليوسفيه هذا العام هادشي غريب لا من ناحيه كانوا صراعات في المكتب مع البيضي مع هادوك باقي ما كتعرفش فرقه عندها جوج مكاتب البيضي راه بوحدو مسكين هادشي اللي كاين
هو اللي مقاتل رئيس ومدرب وكل هذا هو اللي مقاتل. لا ما مدرب راه كاين مسكين حنا تنقولوا زعما واخا دابا نكذبوا على راسنا راه كنعرفوا حنا بويدي كاين نجار كاين نجار تمايا واخا ما نكذبوش على راسنا وكنعرفوا حنا بويدي باسيوني عزيز عليه الفرقه بزاف عزيز عليه الفرقه بزاف كيحضر لها حتى في التدريب. واش عمرك شي رئيس ديال الفريق كيجي للتدريب؟ قليل قليل قال لك كيجيش الماتش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ هو ديما في التدريب هو ديما ديما واقف على الفرقات. هادشي هادشي اللي كنسمعوا عليه واللي شفناه بعينينا واللي عاودوا لنا عليه الناس واخا لي فرقه هادشي اللي عاش اليوسفيه اللي كتعيش فيه دابا وهاد الرجل هادي اللي حطات فيها سببها الاول هو هاد المشاكل هادي اللي عاش تسيري وزائد لا كاليتي ديال الجوار بلا ما نخبيو لا لا بلا ما نخبيو فهمتيني بدا نقولوا زعما راه برشيد عندها برشيد حتى لا كاليتي ديال الجوار اللي كاينه في برشيد يسمحوا لي الدراري بزاف ما تقدرش تسير الريتم ديال الشامبيون كانوا كيطلعوا اللعابه ولكن كل عام كيبيعوا 4 5 اللعابه ما كانوا عندهم دازالهم مزيانين مع صديقي مع صديقي مع صديقي تما سكيلاتشيني لا ومع صديقي مع صديقي فين كانت هذيك بزاف وكانوا كيقدموا اداءات قويه كانوا كيقدموا اداءات قويه بزاف وكانوا لعابه في المستوى ما سعيد كان شي لعابه نيت مراجه كانوا مشاو للبرشيد كانوا هنايا فهمتي كانت عندهم فريقه زوينه واش ما بقاش برشيد عندها هذه العلاقات مع الانديه الكبيره باش تجيب بحال هاد اللاعبين كما قلتي وكانت كتستافد منهم كانت كتستافد الامكانيات ما كاينش ماديا فيهم ما كتستافد ولكن على مستوى النتائج ولكن حمزه راه متفق معك ولكن الا جبتي دابا بحال هاد اللعابه اللي تستافد منهم وجيبه ما تخلصوا ما والو ما غادي ما بزاف ديال الحوايج كاين اللي كاين ما تلقى المماك عندهم كانوا كيديروا بار اكزومبل مع بار اكزومبل مع الفرق الكبار بانه الفرقه الكبيره كتصيفط لهم داك اللعاب وكتبقى تخلصوا هي كتبقى تخلصوا بحال الوداد ولا الرجاء ولا الجيش كيبقاو اونغاجين مع داك الماتش فهمتي لافونتاج انه كيدير ماتشات بار اكزومبل برشيد كيعطيوها لي بريم ديال الماتش ولا كيقربوه بواحد فلوس ديال الوايي ولا فلوس ديال الترونسبور تقدروا تقسموا معاهم ولا شي حاجه بحال هكا كاين هادشي وكانت ناجحه وكانت مثمره دابا برشيد كدير بها نتائج سيرتو كتمع الرجاء بزاف كتمع الرجاء بزاف واخا لي فار لي فار فرقه صحيحه واخا اليوم ما كانش داك النيفو الكبير بزاف تعذبوا شويه في بريميطا مي كيوصلوا بوطو كيماركيو تري زيفيكاس قدم بوطو بونتوش كيدير الفرق بونتوش اليوم شفنا الهبطين اليوم شفنا لعاب اخرين شفنا دياكيتي دوزيام ميطا دخل ضربه انا دوماج انا تنقول الحمد لله ديما داك دياكيتي انا كنت مدرب قال لعبوا ديما انا هذاك ديما ولكن كيعطيني انا دوزيام ميطا اشوف هو ملي كان في جديده ومن مشى للوجده لعاب تعول عليه تيدير الفرق تيدير الفرق شوف تيدير الفرق حنا ما نختلفوش على انا تيبقى اختيارات ديال المدرب ولكن دياكيتي الحلقه اللي فاتت زعما ما كاينلاش نعاودو ولكن عندي واحد النقطه اليوم لي فار فرقه صحيح كنظن احسن فرقه في المغرب عيما يقول لي يا حمزه اسمح لي احسن فرقه في المغرب بالنسبه لك انت بالنسبه لي انا احسن فرقه في المغرب قولها بحال هكا لي فار كتنافس مع واحد الفرقه سميتها انا بالنسبه لي من احسن الفرق في المغرب ودابا انا رايي ودخل لي في رايي يا حمزه وانا ضارب فوقي ودخل لي في رايي يمكنش الفقيل احسن فرقه في المغرب هذا الشيء كنقول رايي احسن فرقه في المغرب هي الاولى فيت الرجاء باربعه نقاط هي الاولى فرقه صحيحه اللي شتاتو تاكلوا على الاقل ما عرفتش مقصوده المقصوده انا ما كندويش مي خصني واحد المينيموم ديال تكافؤ الفرص انا تبروفوكيت انا ما راجاوي ما حتى شي حاجه ما تبروفوكيت مي نشوف اليوم لي فار لعبه في برشيد في الليل وديما لعبه في الليل وتخصص لها طاقه استيعابيه تبارك الله وحنا فرحانين نشوفوا هاد الطاقه الاستيعابيه غير تكافؤ الفرص ما يمكنش نبقى نشوف بحال هكا في الرجاء لا وقيلا الرجاء لان منافس مباشر وقيلا رمضان لا راه حيت لا منافس مباشر ماشي حيت دونك نقارنهم ماشي نقارنهم غير منافس مباشر هو نفس الملعب راه شي حوايج شي حوايج مازال تفهموا انا من الناس اللي كيسحب لي بان كاين مشاكل ديال الاناره في تيران داكشي الرجاء ديما لعبه فيه مع الربعه ولا مع السته لا لا قال لك لي ظروف امنيه ما كتلعبش الرجاء في الليل اليوم تيران عامر الضو 8 رخصتي الفريق ضيف يجيب طاقه استيعابيه اكثر من فرقه كتلعب تما كفريق مستقبل فهموني الدراري فهموني انا راه انت اللي خصك عندك لافونتاج لانك انت مستقبل ما فهموناش عاوتاني انا صراحه انا ماشي فهمونا الجمهور ديال الجيش غلط ولكن انت الوضعيه راه ما كاينش منطقه كاين حمزه راه كاين انت الوضعيه اللي فيها دابا برشيد راه ما تحتمش على الجمهور ديال يجي واش فرقه عندها 14 بوان ويلا شكون هو الجمهور اللي غادي يجي لك وهاد النقطه اللي دويتي عليها اونتر بارونتيز راك مشكور عليها اخويا نبيل انه
عييت ما نفهم وما فهمتش كيف ما كيف مالي فار نهار شيرو بجوج قراعي جينا هنايا كنقولوا للناس علاش علاش تعاقبوا جمهور لي فار لي فار قويه تلعب حتى جمهوره صحيحه خلينا نشوفوا ديك الفرقه اللي صحيحه بلعابته بجمهوره وبكلشي خلينا نشوفوا هذا الديكور صح خلينا نشوفوا هذا برودوي متكامل ماشي فرقه صحيحه بعد الراجه فرقه صحيحه ولكن ما بعوجه علاش طيح لها واحد السند مهم اللي هو الجمهور بيبليك. خا على الاقل خلينا نشوفوا لي فار ودوينا عليه وكل يوم حتى خاصنا ندوش على الراجا اللي ماكاش بقى ماكاش تنافس في ظروف بحال هادي لعبوا حتى هي مع الثمانيه لعبوا حتى في تيران عامر لعبوا حتى باش ديك الساعه نحكموا اللي ديك الساعه كاين وانا مازال كنقول بان لي فار احسن فرقه في المغرب الا حيدنا شي كامل كرويا احسن فرقه في المغرب وكتفرج كل ماتش ديال لي فار كيعجبوني وكتربح باقناع بيان سور اه بيان سور دو لوان واعر اللي ما تيقولش هادشي راه خويا تيكذب على راسه ولا الانتماء جارو فهمتيني ما كنا واقعيين وموضوعيين خصنا ندويو على لي فار بانها كتادي واحد الاداء قوي هذا الموسم هذا وغادا نحو تحطيم ارقام قياسيه مدرب عنده كبير عنده اداره تقنيه كبيره عنده لاعبين كبار تبارك الله الجمهور حتى هو الجمهور ملتزم تبارك الله كيدير عروض حتى هو قويه في المدرجات ومساند الفرقه ديالو يعني وكنشوفوا فيهم كيديبلاصاو بعدد كبير وكيحضروا بعدد كبير وواقفين على فرقتهم والدراري عارفين اش تبعهم واش باغين لو بلوز امبورطون هما لي زاكتور اصاحبي راه خلي هادشي اللي تنبداو ندويو عليه حنا هادشي كامل راه لي زاكتور داخل التيران راه اللعابه عارفين شنو باغين النبي راك شتي ملي كيدخلوا هما يا ضاغطين عليك وملي كيخلوش تنفس ملي كيماركيو عليك البيت الاول كتسهل عندهم القضيه صافي لانهم هما باغين بغاو كتخلي لهم لي زيسباس مع دوك لي جوار اللي عندهم اكسبلوزيف بغاو تخلي لهم لي زيسباس وباغي يستغلوا اي حاجه تعطيها انت تعجبني في فوا انت اون فوا كتثق في راسك وكتخرج وكتبغي تماركي عليهم كيزيدوك الثاني والثالث واللي تعجبني فاش شي لي شونجمون اللي دخلوا اخويا نبيل تعطيو الفرق شونجمون ماشي تدخل شي شونجمون يعني واعد عندك لعاب مزيان تدخل واحد بلاصتو لي شونجمون باش ندويو عليهم راه لي شونجمون تيكونوا حتى في الاول ديال الماتش مي ما كتلعبش بواحد اللاعبين اللي كيكونوا ربحوا معاك ماتش افون فهمتيني الماتش دافون كيدور ولينا راه تاخذ فيه ريسك عنده دي كاليتي كبار علاش ما ندورش راه هو اللي يدور بوجه احمر وندور اما كاين اللي كيدور ما عنده والو كيدور زعما راه دي افكتيف زعما راه بحال اللعاب حتى ما عندك والو خصك يكون واحد شويه المنطق لا غندور باش غنبدا نبدا بدي كيتي اللي ماركه ليا السيمانه اللي فاتت وشي دخل شي ديال الفرق نبدا بالهبطي اليوم وافهمني اش الهبطي راه ما لعبش دو ماتش دو ماتش ما لعبش لا شي دو ماتش ما لعبش الهبطي ولعب به اليوم لا راه كيدخ كيعتمد عليه ولكن راه عنده الحق سعيد راه ما لعبش دو ماتش ما لعبش الماتشات الاخرين راه ما لعبش دو ماتش ما كانت علاش ما شفناش الهبطي هذا العام مع لي فار اختيارات المدرب ما نضمنش الشيء اللي كاين لا اختيارات المدرب شي اختيارات المدرب واللاعبين اللي كيلعبوا في البوست ديالو كيديروا مستويات كبيره فين يلاه جا هو الهبطي اللي فار كاع الماتشات كان تيلعب كان كيلعب في الاولى كان تيلعب المدرب شاف واش الهبطي من هذاك النوع ديال اللعابه اللي ما يقدرش يرجع يديفوندي معاك وهذه الوقيته اللي خاصك اللاعب اللي تلعبوا في هذيك البلاصه يرجع يديفوندي معاك لابطي عنده ماشي زاد شي دريب لي تكنيك مو مزيان ولكن هو شاف يعني تنشوف انا النظره ديالي يمكن المدرب اللي لابطي لعب لعاب اللي يقدر يرجع يديفون ديما وكما قال حمزه راه قبيل راك الشيء غير راه دو ماتش ما لعبش دخلوا لك دابا كندويو كندويو بلي كاليتي لي كاليتي ديال لابطي ماشي مو ديال حمودان يعني طريقه اللعب ديال لابطي ماشي هي طريقه اللعب ديال حمودان حمودان بلوز افيكاس مورا الظهر حمودان كيخلق مساحات حمودان كيخلي هذاك لاريير لحداه ما تيطلعش لانه خايف باش يرجع لانه لعب رابيد كي بروفوكي لابطي خصو يشد في رجليه لابطي خصو يشد في رجليه يتسنى ويدخلها للعمق ديال الملعب فهمتيني باش يروح ما يرجعش يديفون ديما مفيد يطلع فهمتيني حموده انت يعفيك من هذيك تعفيك من هذيك لارير واش يطلع ولا ما يطلع كيدير جوج ادوار هو تيدير ديالو باش يعرفوا زعما شد في رجليه هي لابطي كيهبط باش ياخذها حمودان كيطلبها مورا الظهر حمودان لاعب ذكي يعني هو تا هو كيجي ياخذها في رجليه ولكن حمودان حمودان امبريفيزيبل ما تعرفوش شنو غيدير ما تعرفوش حيت وضعيه الجسم ديالو ديما تسمح ليه يلا اللعيبه اللي غادي نديرو غنديرو لعبه ديال غادي يشدوا شحال عند الراجل شحال عند لي فار وغادي يشدوا الماتشات اللي تبقاو ليهم من هنا التخمينات ديالنا زعما التخمينات لكل ماتش براف مزيان نشوفوا شكون غادي يدير البطوله بالنسبه لكاكي ولكن بلاتي حمزه هذاك الشيء لوجيك ما كاينش لوجيك بلا عاطفه بلا ضحك برونوستيك ديالك فهاد شوف صافي بلا عاطفه بلا ضحك بغى يعطف خليه يعطف
انا نقول لوجيك لا لا شوف انا عارفني اللوجيك حتى حمزه لوجيك سير شي حمزه غير عطف انا عارف انا يا سيد العاطفه يا سير يا سيد العاطفه مولاي الحلاوه ديال الجمهور شي درتي لهاد الشبه زوينه ضرب شي مقويات ولا سير ضرب شي مقويات سير طلع يلا بدينا اللوز مشي لنا مسوسه صاحبي كرونو مشينا كرونو صافي جد معنا المخرج شي الحساب يلا نبداو بلا فرحتي الاولى وي لي فور اسفي جيجي تعادوا الربح لي فور وما يمكنش خصك تعطيني يا تعادوا لي خساره يا تعطيني تعادوا لي ربح يا خساره باش نديروا نقطه باش نقول لك شحال النقطه ابو حمزه ما قلتي بيا يا راه لي فور مرعيد تبديزي ليه بالمان دي اخويا بدا بالراجة انا هرب انا ترى فيا فيا امدا بحمزة امدا بحمزة يا حمزة لا لا ولا فرين الاولي لا لي فار اس في حمزة اكس اكس اذا لي فار 56 زيد لي فار رباح رباح زيد 58 الراجة الراجة لعبة مع السوالم رباح وحمزة ندوه نوه رباح الراجة الراجة رباح اذا الراجة 54 انت رباح الراجة 54 ليفار مع الوداد اوي 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 حمزة ناري ناري ليفار مع الوداد الا قلت لكم ما بغيتش الوداد تربح ليفار راني زين كذب عليك غنعطي الانتباه غنرتر الرباح الوك اذا 56 غنبقوا في 56 انا حابس فيها 56 انا حيت عطيت الاسفي تعادل فهمتيني واخ عطينا تاكاكي ليفار والوداد شوف الا خص بلا ما نكذب على راسي الا كانت الوداد تلعب مع ليفار بات نفس 3 ماتش لعبوا الاخرين ربح ليفار ربح ليفار الا لعبات بالطريقه اللي لعبوا 3 ماتش 61 كاكي الرجاء لعبه زوي زوينه اللعبه عجبتني الرجاء مع المحمديه باقي عندك في ليكارت باقا 4 شوف كاكي غنعرفو شوف دوزت الجوله باقي ما دوزناش شوف عندي انا شحال باقي الرجاء كاكي 61 ليفار برزق ليفار 56 الرجاء ليفار الرجاء مع المحمديه برزق تفوق فريق الرجاء الرياضي عطيفه دايره حاله لا لا ما تربحش المحمديه في كونديسيون انت غتربح عفتي ليفار الو عفتي ليفار الملفات ليفار عند حمزه عند حمزه ليفار 56 والرجاء 57 يعني الرجاء دات البطوله عند ليفار عند عند حمزه في الجوله صافي كاكي الراجا والمحمديه الراجا الراجا دونك اللي بين بين شوف اللي بين بين نبقى نكذبوا على راسنا ليفار والمغرب الفاسي حمزه بورزوق اكس 57 لان كاين واحد ليفار نديه كبيره كتكون في هذا الماتش هذا وانا كنعرف وانا عشت هذا الماتش هذا وكنعرف ليفار المتطلبات ديال الجماهير بجوج اللي كتكون في هذا الماتش ليفار ليفار 64 كيكي نمشي ولا الراجا والزمامرة حمزة بورزوق الراجا والزمامرة صافي انا ندير لك انا ندير لك 60 اكس عندي لك 60 انت ياك اكس اكس او زمامرة مزياني بغيتي دير لنا فيها زعما راك لوجيك فيها مزياني والله زمامرة عطيني ما عرفتش مين نشدكم معايا انا يا خويا والله ما عطيتك انا اكس قلت لك اكس انت اكس اوكي دونك الراجا 58 عند كاكي مشي ورجعوا ليفار ليفار وحسريت اكادير حمزه بورزوق تفوق ليفار تفوق ليفار دوك ليفار عند بورزوق يلا مسكينه وصلات ل 60 ليفار ليفار دونك كاكي عرفتي فين مشى ليفار مشى 67 الرجاء باين اخويا داكشي بركان حمزه بورزوق في لاعبين لاعبين في الراجع عند الراجع تفوق الراجع الراجع دونك الراجع عند حمزه بورزوق وصلت ل 61 بورزوق دار الشامبيون اكس بنقطه بنقطه عندك النقيطه ديالك انت اكس دونك انت عندك 59 الراجع وباش ديتها بجوج ماتشات الاولين ماشي بهاد الاخرين باسفي والوداد داتها ب المهم البرونوستيك ديال اسفي والوداد هما اللي خلاوني نكون في هاد واخ الجيش والسوالم عطينا جوج والسوالم اخويا تفوق الجيش الجيش وصلتي 63 ليفار انت وصلتي ندري ترى وصل لك 70
هذا الدوري الانجليزي هذا خارج منطق هذا علاش علاش مانيش مصري هو المنطق اللي ما قلت اخو انا بغيت نقول ما عنديش منطق وانا الوداد اللي فرقتي وقلت لك غادي تخسر واخا الرجاء مبني يا حمزه الرجاء وطنجه برزوق تفوق الرجاء 64 انت كيك شكون واخا الماتش صعيب الرجاء وطنجه واني ما عرفناش فين الرجاء وطنجه عن طنجه تقدر تلعب في برشيد كاع الرجاء واش فهمتي الرجاء وربحتيهم ب 6 فلالي 60 قربنا الدراري وصلنا لواحد المنعرج خطير منعرج خطير نمشيو ليفار بعدا ليفار وتطوان في تطوان عطينا برزق ليفار وتطوان في تطوان في تطوان كنقول اكس ليفار وتطوان اكس اكس حسسيني ليفار لاعبين على نتيفي فهمتي داخل تطوان اكس نجيبو اكس واخا مغيش نأثر عليك انا قلت لك دونك ليفار وصلوا 64 دقيقي ليفار وتطوان ليفار ليفار تبارك الله على كاكي وصلوا تقدر تموديفي تعطيني تعطيني فيكتوار ديال ليفار في تطوان في تطوان تقدر دير بيان سور بيان سور دونك فيكتوار ديال ليفار في تطوان 66 وي الرجاء والواك حمزه برزوق صعيب هذا الماتش رجاء ويدات رجاء 3-0 انا غطينا النقاط لمن الراجل بيان سور لمن الوداد علاش 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 هو الماتش الوحيد اللي قلتي لنا شحال غيدير 3-0 انا عطينا النقاط 3 نقاط و 3-0 مريض هي 6 نقاط 67 انت هكاك 0-0 بروميطا وتربح الوداد دوزاميطا 1-0 دونك الراجل غتبقى في 62 والماتش الاخر عرفتي علاش قلت لك هاد الكلمه بزعمتيش ها واحد واحد بارك عرفتي علاش خساره الديربيات عشهم بزاف شي الفرقه تكون ضعيفه تقدر تربح انا لعب الديربي ديال سطات ها انا لعب ديال سطات انا قلت لك فهمتيني لعب الديربيات بزاف عرفتي قلت شحال هكا حمزه خص الوقت تكون الفورمه فرقه مزيان وفرقه ما اون فورم تقدر تهضر اخاوي هذيك اللي في اون اللي صحيح كيضرب الاخر ديما شحال مره لا علاش يمتى معروفه لا لا ما عمرها كانت شحال مره كانت كنا الراجل ضاع كتكون مره لا لا ما اللي صحيح كيعفط على الاخر معروفه صافي هذه مزيانه معروفه هذا القانون هذا اعراف ديال الديربي اللي صحيح كيعفط على الاخر معروفه الاكسبسيون كتكون مره مره واغلب الاوقات كيكونوا تعادل في الديربي ديال الكفره ديالك تحسن من الوداد بزاف كنتو جيبني 70 لعاب لا كنا حنا بحال بحال الماتش كان مزيان انا ندافعوا عليك سيلا بحال هكا لا انت ماشي كنا حنا في ذاك الماتش انت ديخ ولا ما ولا باري الكوش ولا باري الكوش عرفتي الميليتير شكون اللي كان فيه بوبلي اندرسون وبكاري كوني وبالرابح حتى ماتش واش تقول اصاحبي خربقكم ذاك بوبلي خربقتك هم معنا حنا الراجل راه شكون اللي كان تما واش عارف اش تقول بوبلي كان واعر بوبلي راه دينا الدوبلي هذاك العام اسمح بصحتكم مع بطل ديال الدوبلي واخا بصحتكم بلاش اجي الديربي بلا جاب قفشات واش القفشات ديربي ماتش اخر شوف صعيب تيبقى واخا الجيش الفتح ماتش الاخر الباقيين دابا 67 66 نعطيكم النتيجه نذكر بالنتيجه حمزه بورزوق لي فار 66 نقطه والراجا 67 نقطه كيكي لي فار 73 نقطه والراجا 62 نقطه يعني بالنسبه لكيكي ما بقاش ندوي معاه لي فردات خصك دوي مع كاكي حيت فردات عبتي امتى داتها في الدوره جوج شي اربع الحلقه اللي فاتت شي ثلاثه دورات قبل من هذه داتها المهم بالنسبه ليه لي فار داتها عند عند النقاط ديال الفرق يعني بقيتي مضاربه بوحدك تسعود نقاط الفرق وتحقوا لا تنهضرنا اللوجيك لا بغا هو يحسم الشامبيون ديال لي فار بثلاثه دورات ولا اربعه قبل من حيت بان ليه لوجيك ديالو اعطيني انت الجيش الملكي الفتحه حمزه في الماتش الاخر كنقول انتصار الجيش الجيش حيت دابا ما عرفتش فهمتش لي فار تاعي 69 انت لي فار لي فار واش قلتي انا كذب على راسي 76 باين انا شوف انا راه مع لي فار فرقتي الوداد وقلت لك لا بقات بالك لا تخسر مع لي فار صافي علاش ما نقولش كاين الوداد ضرب لي فار واخا الرجاء وجد الماتش الاخر شكون الرجاء وجد الرجاء اكتزاح اكتزاح الراجا شي 5 ولا 4-0 اخويا لا لا الراجا بيجا توصل معاه لهذاك العرس سمع هاد النقطة بصح كاع وجدة اخويا حمزة تحياتي تحياتي للمولودية انور 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 تحية لأوشكا اخويا تشعيب شعيب فايد ديتها هو
65 دونك بورزو 70 انت 76 65 عرفتي انت فين مشيتي انا والله الا انت اصلا ماتش الاخر مقصر ساليتي انت قبيله احسن ما ب 8 نقاط الفرق هذا صعيب ولكن راه باين هذاك الشيء اللي قلتو لي راه باين ها هي الوريقه الدراري غادي تسناو الشامبيونات سالي دونك حمزه بورزوق 70 69 70 70 الرجاء بالنسبه لحمزه بورزوق الراجل اللي غادي الشامبيونه وبالنسبه لسعيد فتاح كاكي ليفار اللي يدي الشامبيونه ب 76 نقطه مقابل 65 نقطه للرجاء التوقعات ديالكم غن ان شاء الله نعيشوا السسبنس في هذا الاخر ديال الشامبيونه في الدورات هادو وشوفوا شكون اللي غيقرب ماشي اللي غيجيبها قد قد لان صعيبه نقول لك اخا نبيل باش يعرف الجمهور داكشي راه حتى الشيء اللي قلنا واخا راه ما عارفين هنا واخا درنا التخمينات ديالنا ولكن تيبقى باقي داكشي راه باقي صعيب راه ما بقى لهم الدراري حنايا فهمتيني تخمينات وغنشوفوا شكون اللي غيقرب يعني شكون اللي غيقرب بيان سور ما جيبوهاش شي دابا شي دابا ليلى عبد اللطيف شوف اللي تفافى يطيح بالزلافه نقول لك اللي كاين والله لا راجل اللي سعيد جيبه سعيد عبد اللطيف عبد اللطيف سعيد عبد اللطيف من غدا هذا ليش جبتيها سعيد عبد اللطيف كان في مجهود مستمر والله لا نزار القباني يلا الدراري الوداد الدراري الوداد سير كاع مع راسك اخاك خلي بعدا يقندش قنخليه ورك على مود كاعيه بعدا 10 سنين حمزه صافي كنشوف هاد السيمانات 10 سنين جات حسبان حتى ما عرفتش فين جات بالك 10 سنين باش بان لك اخو ما عرفت 2014 ل 24 صافي هو شوف 4 سنين اخويا 4 سنين اش درتي في 2014 ها اش درتي في 2014 زعما مليش الدار صغير ها هو بدا عاوتاني راه بدا لا 10 سنين حسبت تحسب في 10 سنين اش درتي دو بطوله في 2015 وصلوا للدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ في 2016 داو الشامبيونز ليغ في 2017 داو سوبر ليغ في سوبر كوب خصو يعرفوا هاد القضيه دابا حمزه وصلوا للفينال ديال الشامبيونز ليغ 2019 وصلوا للدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ 2020 دومي فينال 2021 داو في 2022 فينال ديال 2023 وفينال ديال سوبر ليغ 2023 حنا تنضحكوا فهمتيني ها هو هاد القضيه اخا حمزه تعرف هذيك الاليه مابقاوش شي حبل وجهو للمغرب والله ما نكذب عليك مبارك عندك صافي كمل يا اخا الوداد هضرك عليك تكذب على راسك تحيه الاليه تصبر في راسك كبيره واخا الوداد ندوي على الماتش ولا ندوي على الجبل العام الجبل العام راه قلنا 70000 مره اللي تحدد الموعد ديالو قلنا 70000 مره مزيان الماتش ما فيه ميت قال ما عرفتش كاريتي يلا واخا الماتش الماتش كاريتي يا خويا كيفاش كاريتي ما بزاف ديال الحوايج الماتش ما عجبنيش الماتش شفنا لي شونجمون بزاف مدرب كل ماتش ترك لعب 10 دقائق وخلينا نكمل لك حمزه خلينا نكمل لك دقيقه 10 ولا دقيقه 2 واش ماتش اللي تعادلتي فيه كونتر زمامره ياك لعبتي مع تورقه تما خرج ليا خمسه ديال الجوار ما لعبتيهمش من الكارديان دو بيت اول حاجه دار دو ماتش مزيانين ما تماركاش عليه مفتاح مفتاح وي احتراماتي لخويا يوسف باش نقول نور يوسف كان يدير واحد لاكاف كبير يبغى يلعب بالمخ المهم فاش تلقى فاش تلقى حنا نكملوا هذيك ماشي مشكل قادرين المشكل عندي انا هو تاخذ الريسك تمايا في الظروف هذه اما هذه كتوقع زعما فهمني اخويا واخا سير هكاك قادرين ما لعبش فرحان ما لعبش جبران نقولوا عنده لي كاتافيرتيس مو ما لعبش دراوي ما لعبش اول الدراوي راه دخلوا ديك الساعه دخلوا تخرج خرج اوغوس علاش ما دخلوش من الاول يا حمزه وتا لعب مع تورقه اللي ماشي فرقه عاديه فرقه مزيانه تورقه عندهم لي كاليتي ديال الجوار ديالهم مزيانين قلنا بانه خصو يدخل دماء جديده للوداد وفهمني وخلي نكمل لك يا حمزه باش تفهمني اخويا وتا لعب بهادو ولعب لعب ان ميليو ديفونسيف واحد اللي ماشي سته اصلا اللي ماشي سته نمشي لك وحط سته صرغات صرغات اللي خدا حمراء وانتم دو تسطاو فيا راه لعبتو به في ماتش الفينال ديال السوبر ليغ ما لعبش بوحدو واه حمزه وهذيك راه مزيكا تخطي بلاتي 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 حمزه باش تفهم وصرغات راه ما لعبش بوحدو ما عمرو لعب بوحدو في ميليو اه كوم ان ميليو ديفونس تلعب هو جبران تلعب الدراويش تلعب هو جبران تلعب لعب بوحدو راه يلاه لعبوا البنزرتي هذيك النهاريات وقلنا بانه الادوار ديال جبران اختلفات ولا كيزيد لقدام خا حمزه ما متفقش معاه قال لك مع جبران ما كاينش جبران دخل ميليو ديفونسيف واحد اللي هو دخل الدراوي علاش ما دخلش الدراوي معاه هو دابا علاش ما دخلش الدراوي هو تينجح باش يكون جبران لا ما كانش جبران تيدو شوف شوف كياخذ حمزه 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 ودابا هو المنطق ديالكم ودابا المنطق دابا المنطق دابا اسمع لا تفهموا بالله واحد بواحد سيرها انا بغيت نهضر
انا لعب مع تشوارقه ومحتاج 3 بوين راه ما تلعبش ليا بديفونس ان ميليو ديفونسيف واحد وما تيلعبش بزاف علاش واش خصك تلعب ان ميليو ديفونسيف واحد الا بغيتي تربح تشوارقه دابا هذه نورمال تشوارقه نتايا ولا ودابا انت حضرتي ليا بغيتي لا لا حضرتي تشوارقه انت دابا بلاتها بلا عمر الوداد لعبات في ان ديفونسور واحد وما عمرو لعب دابا بشويه كاع ولا باش نهضر معاه نهضروا بشويه خاطر قلت لي واحد القضيه ما كاينش لا بغيتي تربح واش غتلعب بدو ميليو ديفونسيف ولا غتلعب بواحد ولكن حساب دابا انا كنمشي مع الفاضرت وانت شكون هاد الاصلي اللي دخلت في التيران اللي كدوي عليهم حضرتكم بشويه الدراري باش نتفاهموا في البوان دابا انت انا كنمشي معاك في النقطه انا معاك زيد باش نتفاهموا نتفاهم معاك لا بغيتي تربح باش خصك تلعب ان ميليو ديفونسيف ولا تلعب بجوج لعب بواحد ولكن الا كان تيلعب واش نشوف فرنسي ولكن بلاتي يا حمزه واش تلعب ليا واحد ما عمرو لعب وبوحدو تيدخل في دوزيام ميطا بعد مرات تيدخل بعد مرات اسمح لي يا حمزه عندك دراوي راه عندك غياب ديال جبران علاش ما تلعبش دراوي محروس راه لعب دراوي وتدخلو كل ما خداش حمراء غيدخل دراوي مابقاش تقول لي شي حاجه اخويا حمزه واش يدافع عليه يدافع عليه مدرب صافي بارك بلا ما نكذبوا على راسنا شوما تدوي على هذاك المدرب هكاك راه حشومه والله حتى حشومه والله علاش علاش حشومه الظروف اللي كدوز منها الفرقه ما تخليكش تدوي على المدرب والظروف اللي كيشتغل فيها هذيك المدرب ما تنعرفوهاش حنا والظروف اللي كيمروا منها هذوك اللاعبين ما تنعرفوهاش حنا ودي راه داش هو بلاتي بلاتي ما درتش شي شي علم اخر واش تكتي حاضر لهم في لونطريمون عارفهم كيف كيترينيو شكون لي اون فورم شكون لي مارا ما يمكنش حمزه تاع واخا سمعني واخا نقدروا شكون غير واخا سمعني بلاتي كاع سمعوني نسمعكم واخا دابا انا غيب لي جبران انا مازال بنظرتي غيب لي جبران ياك خصني سيس شكون اللي غتلعب عندي محروس شكون اللي عنده تنافسيه سرغات ولا محروس دابا شكون اللي سيس راه ما يمكنش نلعب ودابا اسمع وتراني لعبت بيه سيس ديما كنلعب بيه راه ما يمكنش راه ما يمكنش نلعب بسرغات وشكون اللي يرو لي وحده شكون بون عمر بون عمر وميليو فونسي الحتيمي راه ما يمكنش انا ميليو هذا حتى واحد ماشي او تبغى غير ولاد تلعبت الميليو هذا ميليو هذا باش يفهمني يا صاحبي انت اللاعب اللي ملعب تما ماشي ميليو ماشي راه واش اللي بغينا نقولوا ليه بون عمر كتلعبوا كاش كتلعبوا ريلير بلاي ميكر اش كتلعب هو بلاي ميكر قريب للاطاك قريب الكاري اوفونسيف اوفونسيف لعبتي حدا سرغات وكان مطلوب منه مطلوب من الحتيمي على انه يدير لو سوتيان لاتاكون يلعب كوموند دوزيام اتاكون من اتاكو يا حمزه لعب الحتيمي اي والحتيمي باش كان يتزاد شويه هي مطلوب منهم بجوج بون عمر هو اللي مسؤول على ودابا حمزه على صناعه اللعب دابا صناعه اللعب مسؤول على بون عمر انا نمشي معاك حمزه دابا دخلنا عليك بالله دابا حمزه دابا داك الميليو بان لك بون عمر ولا حتيمي ولا سرغات فيهم شي واحد اللي كيدير كيبيري البارون نقولوا سرغات كان تيلعب عمرو لي كيبيري شي كره سرغات علاش ملعبو تما راه سرغات وقول المدرب واش ليا انا حمزه صافي فهمت نحللو انا وياك سرغات عنده اسبي ديفونسيف سرغات هو اللي كيلعب سرغات هو اللي عنده تنافسيه علاش غتبدا علاش غتبدا بمحروس وعلاش غتبرك دراوي بلاتي انا ما هضرتش على محروس علاش تبرك دراوي ودراوي كاع لي ماتش يلعب هو جبران حتى ما كانش شي واحد يدخل سرغات واش ما كانش جبران تبرك تي دراوي شنو باش تفرش باش تفهم حتى القناعه ديال المدرب كتبين بامال دو فوا على انه عنده تحفظ من الدراوي في الميليو تيرا راك شتي بارفو كان كيلعبوا اريير غوش حيت كان عنده مونك ما كانش مونك كانوا لي زاريير غوش موجودين وكيلعبوا هو كان كيكون شتي وجاب واحد بوشتا حتى هو ما يلعبوش كيكون بداري عمرو دخلوا شتي كاين عمرو دخل دراوي شتي كاين شتي ما نقولوا شتي مازال يمكن في كدارين ما تيكون شتي مزيان فهداك ما دارنيه المهم اللي كداري شد بلاصه راه بقى كيلعب كداري زعما الصراحه ما بقاش كيلعب حطيتي دابا علاش حطيتي ومتى حطيتي وفرحان اللي جبان قال ماتشاتيك ماتش دير فرحان مزيانين الماتش الاخر فرحان ياك يا قلنا مابقاش في هذيك الثقه ولا علاش ما لعبتيش دخلتي حركه اختي راه ماشي الحركات راه بدا مزيان وكان موعد وما لعب شوف لا ديفونس ديال الوداد راه كانت مزيانه راه شوف واش تمارك عليهم باش ولا راه لا ديفونس لعبوا مزيان راه ندوي على ندوي على الاداء التقني ديال هذوك اللاعبين واش حنا مبداو لنا صاحبين مبداو جواب ديال زراوت هكاك ومبداو زراوت ولا حنا ماشي حنا ما راه الدراري كانوا راه شوف انا عندي تحفظ من ابو الفتح يلا السي هذاك السي امين ابو الفتح لا هادي تحفظ منه نتوما كتعرفوا واش حنا ماشي وليني راه لعب مزيان لا هو لا حبيب بلاتي راه هزو الضغط لا 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 بلاتي بلاتي دابا بلاتي بلاتي نبيل حمزه راه الفرقه كتلعب ب 10 دابا اسمع دابا اسمع راه كانوا غير خسروا في الاخر دابا اسمع انا معاك لان كان لان الجمهور كان كيطلب منهم يربحوا
وكانوا كياخذوا دي ريسك لانهم كانوا كيهجموا باكثر عدد من اللاعبين وكانوا في الهجمه المرتده كانوا كيخلوا بوكو دي سباس مع اوروزمون للخصم ما كانش كيتعامل بطريقه جيده بارفوا راه كانوا كتلقى 4 كونتر 4 3 كونتر 4 كتقال الوداد ولا ما بغاوش بدوك اللاعبين اللي كاين في المليون ما بغاوش ولاعبين شاركوا حنا وديفونسيرمون هذوك لي سيتياسيون يديروا التعطال بما البلوك يطيح حنا متفقين شحال ديال تما راه ضربوا راه عرفتي الدراوي شحال جرى عرفتي الدراوي شحال جرى بوحدو الدراوي اللي كيتفرج في الماتش عرفتي الدراوي شحال الكوفره ديال لي سباس الدراوي عرفتي بونا عمر شحال جرى عندك بلا تبارك الله مزيان راه الحداد كضيع فيه الحداد كنضيعو دوب بحال هكا تكنيكمون الحداد كضيع فيه الوداد ادروات الحداد خصو يلعب على رجليه الصحيحه دراك كيشونجي مع الاخر كيشونجي خصو يلعب على رجليه الصحيحه حداد لعب شويه في لاكوش لعب شويه في حمزه كيدير حمزه تمايا حمزه رجال جوار اكسبلوزيف جوار ديال الباندا داكشي اللي قلنا قبيله على ادم النفاتي تنقولوا على اسماعيل اسماعيل الحداد جوار اكسبوزي وتلقى هو اللي فيه الروح بعدا ديال الفرقه بعدا تلقى فيه الروح الحل تما وكيدير الفرق وكيماركي من هذوك القنات وكاين واحد اتاكو دري اتاكو مزيان ما عرفت السميه ديالو انت طويل تبارك الله انت تلعب سيدي سي المدرب انت تقول انت عنده ليكسبيريونس وحنا نحترموا اللي يدير حركات في لاطاك وتدير فرحان في لاطاك علاش ما عطيتش فرصه لهذاك لاطاك ونشوفه حتى هو ما مقتنعش به مقتنع بحكاية اسمح لي مقتنعش بيه مقتنعش بيه داخل المجموعة ما كونفوكاش لك قاع ما بركوش واخا رجعوا واش بركوا تما وما دخلوش واخا رجعوا اللقطة كانت لقطة في الديبار ديال الماتش ديال سرغيت حتى الحمراء عاوتاني اطرات حمراء كاينة دقيقة ثلاث حمراء كاينة انا عندي مشكل بغيت زعما نتناقش معاكم زعما بحال هذا هو صافي علاش وانا ما كان وانا وجدت ايام حتى شي واحد غير هو علاش اللقطه ديال سرغيت قبل ما يمشي الحكم الفار عاودوا لينا شي 7000 مره حتى كاع هذوك اللي حدايا قلت لهم راه حمراء باينه حمراء هذيك 7000 مره ملي جاب يد الحداد ما بانش عاودوا لنا بزاف عاودنا اونغل واحد واش شادينو من بعد بعدا ما تعرفوا واش رجوع ولا ماشي هو تحسب الرجوع كيفاش غدير الخط والكاميرا مديكاليا هنا ولاكسيون ما فهمت فهمليش بغيت راه ما فيه راه حوايج راه ما فيهاش اورجو حمزه ما فيهاش والله ما فيها بالله راه لي زاربيتر حتى هما مساكن راه ضحيه ديال هذيك لا تكنولوجي حتى هما حتى انا مساكن حمزه واش ما تسطيليش حمزه انا ما تنقول زعما مساكن شنو زعما انا دوري على البيت ابيوت فالابل صافي قول لي بيت فالابل بيت فالابل غير هو كون كانت ان اونغل احسن من هذاك الاربيتر حتى هو غيعتمد عليه وبهذاك لونغل وبينه راه يمكن هو حكم على هذاك لونغل انابي وبهذاك لونغل بينه عارف كي داروا راه كيديرني ديفونسور ما عارفش كيفاش حسبوا ليها ما عارفش كيفاش حسبوا ليها اخويا انابي كيفاش شافوا نهضروا عليهم من خاصهم حلقه بوحدهم والفرقه فيها مشاكل وتزيد تغرق ما يمكنش اصاحبي وتزيد انت ما يمكنش كانوا حتى شي قرارات في لا دوزيام كاين اللي كياخذ حقه كامل كاين اللي كياخذوش كانوا حتى شي قرارات في لا دوزيام ميتون حتى هما كان عليهم بعض التحف بحال كاع لي زاربيتر كيقدر يصيب وكيقدر يخطا ولكن كاين كيفوت اللي تكا بهم على الوداد في لا دوزيام بزاف بزاف احمد واخا كاين راه اللعابه هما كانوا معصبين شويه كاين نورمال دوك راه ماشي شي شنوش كيدير شي العملود كيدير ما عمرنيش العملود انا في هذيك ليطا العملود اون بيس دو فورم لا ما عمرنيش شوف الفرقه ما دايراش وباغي ماركي الفرقه ما دايراش شوف نبيل الفرقه ما تكونش ما دايراش عطاتي بالك كلشي نيل كلشي بالك عيان الظروف تاهي ضد ماشي الفرقه ما دايراش لا فهمني الدراري راه اجتهدوا راه بغاو يماركي راه حنا تنقولوا لهم هادشي خنابيل باش نفيقوا عبد الرحمن الحواصلي جبد كويرات والخصم تا هو قدم مباراه كبيره شي وحق الله بعض المرات والله ما بقيت قادر نبقى نهضر على الوداد صافي خاصك تشوفوا انا قلتها لك هذيك النهار دابا امتى غدير الوداد تتكون ديما ودابا الوداد خاص جمال عام خويا خاص جمال عام صافي نعرفوا صافي ندوزوا لهاد القضيه اسمحوا لي يا الدراري اسمحوا لي واحد من ولا لعاب تيخرج يقول لك خاص الوداد جمع العام اش دخل لعاب فهادشي اش دخل لعاب في الجمع العام واش دخل لعاب فهادشي انا مزيان اللعاب كياكد هضرتنا اللي قلنا هنا اذا حنا ما كنخربقوش دابا اللعاب اش دخل لا دوي معايا حنا ما كنخربقوش انا معاك نبيل ولكن اللعاب حيت كنا كندويو عليها وحدين اخرى كيقولوا لك انا كندوي الناصر يخلي 50 مليار انا ندوي على نقطه ديال اش جاب لعاب يدوي على الموعد ديال الجمع العام ولا اش دخلوه هو في الجمع العام اللعاب وسط المعمعه كتبان ليه القديمه دايراش دابا ما كاين حتى شي واحد معمن يدوي هذاك اللعاب تما
والناس حاطين لجنه مؤقته حاطين رئيس منتدب داك اللاعب داك اللاعب كلاعب اللي دا تيترش مع الوداد واحد من ابرز اللاعبين اللي دازوا في الوداد وخير الوداد عليه خرج قال لك اللي كاين باش بريصة على على, على المكتب راه ماشي خدمتك والله يعطيه الصحه ماشي سوقي ماشي اي لعاب هذاك لعاب جاب شامبيونز ليغ مع الوداد جاب سوبر كوبو وحتى ما يكونش باقي كيلعب الوداد ويمشي كيحلل فشي بلاصه ويقول لهم ديروا جمع عام ما دابا انت لاعب في الفرقه اش دخلك في هذا الشيء دابا نتايا واش ما لقيتيش معاه من الدوي اللي يقول لك واش غتجدد معنا ولا ما غتجددش معايا ومعايا بحال هكا ولا بلاتي انا بي شي دابا بلاتي معايا بحال هكا اخويا نبيل علاش كتسول على الجمع العام نتايا كلاعب شي هضره اللي قلتي راه فري حتى واحد ما كاين معاه من الدوي ما كاينش معاه من الدوي جاي برا ما كاينش معاه من الدوي علاش هو غيدوي على الجمع العام ها هو بزيان ما عندوش علاش خرج قالها اذا هو كيقلب على مصلحته الشخصيه باش يقلب شكون اللي غيعطيه فلوسه شكون اللي غيقول ليه واش غيجدد عام اخر ولا ما غيجددش فلوس راه ياخذهم كما بغى حمزه راه ماشي دابا ياخذ فلوسه الله يهديك الله يهديك باش عرفتي نتايا راه كان عنده التزامات مع الناصيري انت كتعرف المود بايمون ديال الناصيري تيكون معطل مره تعطيهم شويه مره تعطيهم اسبيس مره كيعطيهم لا لا بغى فلوس راه ماشي الجمع العام ماشي الناصيري خلوهم معطلين توقع لي المشكل واخ واحد الحاجه باش نوضح باش نوضحوا الجمهور سيري راه خلا فرقه نون ستركتوري اسمع محمد وحنا عارفين هادشي حمزه الله يسهل عليك اخويا كاع لا في كان هو ما كانش لا ما ما كانش شي واحد يتسال في كان هو على برا لا ستركتور وغادي تكون معاك حتى في كاين ستركتور في المغرب كاينه عند من كاينه قول لي عند من كاينه عند من كاينه في الافار كاينه في الفتح كاينه في بركان كاينه في الراجا كاينه لا ستركتور الله يرحم لك الوالدين علاش ما كايناش لا ستركتور كاينه ستركتور وانت كتضحك علينا حنا عطيني شي واش كتدخل نتايا بسميتك كتدخل شي بورتكلي انت وكويدات كتربح من بورتكلي شي حاجه كتربح من توني ديالك شي حاجه انا راه قلت ليك ما كاينش في مدرستك انا راه قلت ليك مدرستك راه انت اللي كتقول جاوبني فين هي مدرستك كتعطيك شي لعاب واش انا قلت لك كتعطي انا نسكت واش انا قلت لك كتعطي راه انت كتقول لي الفتح عند ستركتور والراجع عند ستركتور بيان سور حتى باقي ما بداش في المغرب يا حبيبي وانت عارف والله باقي بدا في المغرب والله بنادم كيجتهد انا ما قلتش لك الوداد هادشي راه انا ديما كنقول لك الوداد ماشي ستركتور عطيني مدرستك اش كتطلع لك واش الشيء اللي قلت لك حمزه الله يعاونك عطيني التيست شحال من العام ما درتيش في الوداد والنصيري باع الوداد ديطايا اسمع محمد حمزه ولا وداديين خرجوا قولوا هاد الهضره الا قديتو ودا تقولوا لي انا واش نقولوا حنا كنقولوا العكس دابا انت درتي لي بحال حنا خرجنا قلنا لك الوداد راه مقاده فيسلي الامور جبد معايا تشرح من واخا حمزه واخ دابا قلت لي هاد الهضره حنا ما قلناهاش يا الله خويا قول حنا من ديما كنقول الوداد ماشي ستركتوري وانت حمزه ما تقولش لي فين هي شي فرقه في وبلاتي خلينا انا ما ندوك في كتبغي تدوي في الوداد واخا وانت حمزه براسك شحال مره قلتي شحال مرة قلتي الناصيري بلا حدو كيجيب تيترات للوداد يا ربي سيدي كاع الفراقيك وعندهم كنتي كتقولها امتى قلتيها وكنت كنطالب بالمدرسة وكنت كنطالب دابا انا مشيت لك في الهضرة اللي كنطالب بالستركتور دابا انت جيتي بغيتي تدور علينا كلشي انت كنتي كتقول بان الناصيري كيجيب تيترات للوداد على الله كلشي يكون عنده الناصيري ويجيب تيترات دابا وليتي كتقول لنا لا وخلى ليكم في الهضرة كيفاش راه نورمالمون ما ندوي على هذا الشيء نبيل نورمال نقول بان انت متفق ان كلوب نو ستركتور اخويا نبيل انا متفق واش انا رئيس كيجيب تيدير النتائج علاش غنربط النتائج بلا ستركتور اصاحبي علاش كتربطوا الامور ببعضياتها علاش ما كتقولوش بان الوداد ما استفدتش بهذا النجاح الكبير اللي وصلت ليه فهاد 10 سنين اللي كيدوي عليها هاد السي محمد راه قلنا سبعنا في مره راه ديما كنقولوا ملي كان الناصيري علاش بغيتي تلصقني انا حيت واحد النهار قلت بان الرئيس الناصيري راه ناجح راه ناجح على مستوى النتائج ولكن في هاد الشيء راه فاشل لكن نجح واحد يا ناجح يا ما ناجحش والله يديك انا مين والله يديكم الدراري راه نتوما كتخطاو ولد الشمس بالغرب لا بالعكس انا جاي ندوي الوداد كتحدد موعد الجمع العام في 28 نصحوا واحد اللعيبه نصحوا واحد اللعيبه حيت بزاف ديال الناس بانوا لي كاتبين شكرا اوناجم زعما بحال الوداد كتسنى اوناجم يعني استسلمات للضغط ديال تصريح اوناجم في البلاصه باش ورياجاو في البلاصه ورياجاو في البلاصه هادشي ما كاينش حنا اول واحد يمكن كان اتاكيو بكتاب ولا ماشي كان اتاكيو مي كنقولوا اللي كاين المغرب كامل تيقول لك علاش ما كاينش علاش ولكن من حقهم حتى هما نصفوهم لان هادشي ما كاينش الجمع عام تحدد ليه الموعد ديالو قبل ما يدوي اولاج وانا كنضل قلت لك نرجع ياك حمزه
قلت لك راه غيدير لو 27 لو 28 نورمال يعني الجمع العام هذوك الشكره الاولى جام ودوك الهاشتاغات والحيحه والتمراق هذا الشيء ما كاينش. الجمع العام تحدد في هذه السيمانه في وسط السيمانه اللي فاتت الاربع بحال هكا كان لو 27 شويه دابا ولا لو 28. دابا السؤال اللي خص كتخيل الجمهور خصو طرحه هو كيفاش غيدير ولاد الجمع هو تحدد دابا صافي لو 28 لا واش الجمع عام انتخابي ولا جمع عام واش الجمع عام انتخابي ولا جمع عام عادي اللي خص دار فيه لا ميزاجور ديال الجمهور العام الاربعه اللي كتسال الوداد تعطاو فيه التقارير ديال هاد اربع سنين هادي وما عرفتش شحال من عام انا ما عرفتش من 2019. الجواب هو هاد الجمع العام ما غيكونش انتخابي الجمهور باش نوضحوا الجمهور اللي كيتسنى ان غيكون رئيس جديد للوداد في هاد الجمع العام يعني لو 28 غيكون رئيس جديد فهادشي ما كاينش الجمهور باش يعرف هادشي ما كاينش برافو عليك في لو 28 غادي تعرض يتم تعيين تعرض الحاله الصحيه ديال الوداد وشو الشوز اللي مزيانه ماشي خايبه بيان سور على الاقل تعرف الوضعيه ديال وضوح والشفافيه غادي يتم تزكيه وليني بلاتي مجيد البرلاكي اسمح لي اخويا كرئيس يلا اسمح لي واخا وليني واش هذوك التقارير ما كاينش واحد المنخرطين اللي خصهم يصادقوا عليهم او يرفضوهم انا ما كنعرفش انا هذا الشيء كنشوف من الجموع العامه اللي كتكون في فرق اخرى ياك تيكون تقرير مالي وادبي ياك ديال الفرقه وكي كتكون مصادقه عليه شكون اللي غادي يصادق على هذاك ديال كيفاش كل غيصادق شكون اللي غيصادق على التقارير ديال الوداد المنخرطين هو كاين منخرطين بعدا كاين منخرطين وكاين منخرط انا عرفتش كيفاش كدوي كاين منخرطين الاخرين اللي الدواسه ديالهم كاينين وليني هادو خصهم يتفاليداو باش اش من صيفه هما ماشي فاليدي هذوك اللي دوك غيتفاليدو في الجمع العام في هذاك الجمع العام في هذاك الجمع العام غيتفاليدو هادو اللي كندوي عليهم راه ماشي ديال هذا العام هادو ناس خلفلو عندي انا نقول هادو ناس حاطين الدواسه ديالهم من 2020 2021 يعني وما تفاليداوش يلا غيتفاليدو لان اربعه راه كندوك على اربعه يعني غادي فاليديوهم قبل ما يعطيو التقارير باش يصادقوا عليهم حتى هادو ان شاء الله اوكي دابا اللي كيبقى قلنا بانه ما غاديش يكون جمع انتخابي اللي كاين هو كاين ما غاديش يعني بور لانستون ما عندهم حتى شي صيفاهم غيكون ماشي كاين سوء تفاهم الناس بزاف كيسولوا على المنخرطين ماشي غابرين المنخرطين كاين هاد لو بوان ديال انهم كاين شي وحدين ما عندهمش ديك الصفه القانونيه من الناس مورا الفرقه والناس في تواصل مع المكتب والتحديد ديال موعد الجمع العام راه بريسيون ديال المنخرطين باش يكونوا واضحين ماشي ديال اوناج الى تاتا فوالا دابا المشكل اللي كاين ماشي سوء تفاهم مي اللي باقي ماشي محدد هو القضيه ديال لو 28 حنا متفقين عليها مفاليدي هو نحيدو هادو كوطي لو 28 جمع عام عادي فيه جموع عامه فيه ميزاجور فيه الامور العاديه دابا اللي غيبقى من بعد هو الناس المنخرطين باغيين ان الجمع العام استثنائي انتخابي يكون بعد واحد المده وجيزه راه خاص يكون في اسرع وقت والمكتب ديال الوداد كيفضل على ان الجمع العام استثنائي والانتخابي يكون في لافان سيزون دابا اللي باقي ما محددش هو هاد القضيه وتكمل بهاد اللجنه المؤقته غتكمل بالبرناكي على 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 راس المكتب ديال الوداد دونك فوالا باش الجمهور يكون عارف شنو كاين بالنسبه للترشيحات وليني راه انت كنتي كتقول بانه واش البرناكي لا سيناتور ديالو دايزا دايزا اوكي صافي يعني يقدر يدير لي فونكسيون ديال الرئيس من هنا لنهايه الموسم والرئيس مؤقت دابا رئيس كينفد زعما اوكي دونك فوالا باش الناس ما تستناش شي حاجه مي تخاف يكون هذا جمع عام فيه كل شيء شنو فيه؟ فيه انتخابي لا ما فيهش لا ممكن اقول لكم لحد الساعه انا شنو عارف شنو عارف من لحد الان واش عرفتيني انت يقول لك جمع عام عادي تيخرج رئيس لا لا هذه ما كاينهش هذه ما نظنش ما كاينهش ولا كانت غتكون تخربيق اللي ما يمكنش اوكي حيت نورمالمون انا كنتصور بان كاين ناس وداديين كيحلموا عندهم فلوس كيحلموا انه يشدوا رئاسه ديال الوداد لانه شرف كبير بزاف وحمد لله اي واحد زعما سيرتو ولا كتعدوا لاباسون ديال الفرقه وهذا مي انا كنفهم كنتفهم باللي
انا مثلا خصني نشوف لا سيتياسيون بعدا ديال الوداد. مش كيتسال الوداد شنو الوضعيه ديال الوداد؟ بزاف ديال الحوايج. شنو خسرت الوداد فهاد فهاد السنين كلها؟ شنو ربحات؟ شنو شنو مازال غادي يدخل الوداد كفلوس؟ بزاف ديال الحوايج. ممكنش انا نجي نتلاح. كاين عمل كبير كيتسنى المكتب هذا. كاين عمل كبير و الناس ديال ديال المكتب راه تما الله يحسن العوان. زعما الصراحه باش ماشي ساهله صعيب حيت ماشي هما اللي داروا هادشي. هما دابا كيقادوا فواحد لا سيتياسيون اللي ما اللي ما كان لهم فيها والو. مي خص انت قلتي واحد الحاجه زوينه. حنوا في الوداد. اه حنوا في الوداد ما تحنوا في حتى شي واحد. هذه احسن حاجه قلتي. انتوما لكم والو. واش انتوما اش درتوا؟ انتوما لكم والو. راه كان النصيره اللي كيسير بالعربيه ما تحنوش في النصير. وانا بالعربيه الوداد كبر من اي واحد. اه جابتي ثلاثه وكل شيء واخا ما شنو وقع. واخا من الوداد كان رئيس ديال الوداد صافي. غنبقاو نطالبوا جابتي من الوداد الدمع عباد الله هذيك 10 سنين مسقوط هذيك ناصيري مسقوط والله الا مسقوط. واخا الوداد كنظن صافي باين. شوف راه شوف اللي خاصو يدير خنابي راه باين كيما هضرتي على الجمع العام وهاد العام. هاد العام انساه. انا عاود نقول هاد العام ديال الوداد انساه. خاص الوداد ما عودتناش بحال هكا سيرتو السنين الاخرى ما كناش نعيشو في الوداد بحال هكا. كنا تنشوفوها بزاف. دابا بغينا كيما قلت لك قبيله تعاود من الجناب ومن الفوق ومن التحت يعرفوا شنو هو واقع لداخل فهمتيني. وتنتمنى كيما قلت راه باقي العام الجاي راه مشاركين مواجهات بزاف ولكن خاصهم يجيبوا لعابه وخاصهم يجيبوا مدرب وخاصو بزاف ديال الحوايج. لا بغات الوداد تقلع اما راه بحال هكا غادي الفوندو. المهم حنا دوينا الجبل عام كنتمنى نزرتي ما بل لا ما عجبنيش ما يبقى حق. لا ما عجبنيش. واخا نختموا نختموا ب باش ما نكذبش نختموا نختموا كل عام كيدي شامبيون وا تيدي ما تيلقى فراقي موجودين فيك في كل عام كيدي شامبيون هذيك العام تونس واش مع الراجل الكوب دي موند راه محمد بقاد ليه الفرقه صاحبي حتى الشامبيونز ليغ وحده في 91 نسيتو دافع وتعجب حمزه كتلعب في هذا الماتش حمزه راه هو رجل الراجه تعجب العرب كاملين ومزيان ولكن هو شوف شوف هو رجل الراجه مشى معهم لا كوب دي موند الراجه لقاها موجوده الله يخلف على السي محمد لقى فرقه موجوده جا الوداد صاف جا لقى فرقه موجوده الوداد في 2018 لعب لقى فرقه موجوده دا اللقب تيلعب موته صافي لقى فرقه موجوده فرقه موجوده صافي قولي دابا انا في خاصو يبان تدخل بوحده ما كتحط لها تكتيك الافريقيه شديتو عطيتو بقى اصلختو واش انت عندك حمزه بورزوق انت عندك حمزه بورزوق وعندك هذا ما كتبريباريها مونتالمون ما كتبريباريها فيزيكمون هذاك الماتش ما كتحط واحد الشيما تكتيك ديالك لا والو لا والو انا بعدا ما تعجبنيش الله يرحم عليكم بالله انا ما تعجبنيش احقر انا ما تعجبنيش كبر بركه حتى سير بحالاتك اكبر والله تكبر يا حمزه واخا لافير نختموا بلافير دياز دياز الدراري غيلعب معنا ومبروك مرحبا به مرحبا به وا سي تان بلوس ليكيب ناسيونال ياك في هذاك الشيء اللي كيدير مع ريال مدريد تبارك الله لاعب كبير صراحه جافات الشهر المبارك نيت مزيان والله الا مزيان كما قال حمزه كما قال حمزه اللاعب اللي يقدر يعطي البليس للمنتخب في لاف مدريد يقدر يعاون ونتمنى له التوفيق ان شاء الله وانا بغيت اها ان شاء الله ان شاء الله دونك خصو يختار واحد هو فيت لاج ماشي مع لي 3 جوار مرحبا زعما نتوما بعات القضيه ديال كنقلبوا على اللعابه انا بغيت حاجه واحده بغيت ترالي بحال الجامعه هي مشكوره ما خصهاش نساو الدور اللي قدمت الجامعه في هذا الدوسي هذا ما ساهلش وكيفاش دخلوا في براد فير مع الـ مع الـ مع الاتحاد الاسباني وقدروا يقنعوا اللاعب على بالمشروع اللي عند البلاد وبالمشاريع اللي داخله عليهم الحمد لله واش حنا محتاجين الاستحقاق والاستحقاقات اللي داخلين واش حنا محتاجين ديال اللعابه بهذا الكاليبر بهذا الكاليبر شنو غيدير مثلا شنو غيزيد الفرق الفرق اللاعب راه تيلعب في فرق كبار لا مدريد راه ما ساهلش اصاحبي انا خايف حاجه وحده ما يطراش لي فحال وقع المونير الحدادي ضربنا باش بنا مونير الحدادي وعيطنا ليكيب ناسيونال وما عطاش فهمتيني ومابقاش يتعيط عليه فهمتيني هادو ماشي هو لي كونديسيون اللي غيلعب فيهم دياز ماشي هما اللي غيلعب فيهم حدادي براف دياز غيلعب الكوب دافريك في البلاد واش فهمتي يقدر يتعذب في لي ماتش في لي ماتش ديال لي زيليميناتوار باغ اكزومبل اللي غنلعبوا في لافريك حيت دابا نتوما كتناقضوا زعما الصراحه نتوما كطالبوا بواحد النوعيه ديال اللاعبين دابا عجبكم دياز حيت ريال مدريد لعيب انا عاد قلت لك انا دابا لانه لاعب مهم
بروفيل ديالو اصلاح المنتخب كيلعب في لو نيفو كيلعب في الاكستريم كيلعب يعني مثلا شغي غيحيد ويحيد بلاصه زياش يحيد بلاصه بوسيبل ما تعرف بوسيبل اختيارات بقى ديال المدرب راه حد ديال كيلعب بارسلونا وجا ما لعبش راك انت جبتي لعاب سوبر علاش ما بغيتيش علاش ما نعترفوش بها بان حنا دابا ولا عندنا لاعب سوبر من طين الكبار كبيره كيف ما اللاعبين الاخرين تبارك الله حتى هما زياش زياش غيبقى هو لو جوار كلي ديال ليكيب ناسيونال حنا عندنا زياش حكيم زياش بلاصه ديالو لا عند الجمهور ولكن ولكن ما كانت قيمه ديال الفريق ولكن انت ولا القيمه ديال التنافسيه ديال زياش انت حمزه كنتي بزاف كنتي كتعطي للوطنيه واحد الحيز كبير لعب اختارك اختارك لانه ما بغاتوش صبريون شحال مره دابا راسها صبريون انا لعب اختارني رفضنا شحال مره رفضنا شحال مره لانه عيط ليه رينار عيط ليه حيلوزي عيطوا ليه كاملين ورفضنا هو تاخذ واحد القرار تبرد مع راسه ودبر راس وندير شي مغربي والله ما تعقلوا عليه كيفاش وكون داير مغربي فهمتي ما بغاش يزرف في القرار ديالو نبيل فهمتي ما بغاش يزرف في القرار ديالو بقى فكر مع راسه وفي الاخر بان ليه المغرب احسن ماشي بان ليه المغرب تقتنع بالبروجي ديال المغرب بان ليه بانه المغرب عنده حدود غتلعب كاس العالم وتلعب كوب دافريكا غتلعب كاس ان شاء الله غادي نقدروا نتاهلوا لكاس العالم هذا اللي جايه ديال امريكا باذن الله ان شاء الله وعندنا كوب دافريك في بلادنا يعني بيزنس وعندنا لا وعندنا يعني ما تكعاوش نهار يقول لك لا انا انا نبقى في ريال مدريد راه ما بغيتش يجي فهاد لاطريف ما تكعاوش حتى هذا بيزنس هذا وحنا ما داخلينش عاوتاني في المشاعر ديال اللعاب والعلاقه ديال اللعاب مع المغرب واش عرفتي انت اللعاب تا مالك كنا تنديروا بحال هذاك ستيل تا هو يا مالك كنا بغينا كيقولوا بانه زعما الوصول ديالو ماشي الوصول ديالو بعيده شويه علاقته بالمغرب زعما ماشي جدو نيابه هو دابا راه واحد رفع علاقته سعديين ولا ما عرفتيش مغربي واحد الاسبان كاع جماعه دوك ديال الاندلس دابا لي جدو مرافقون غير هو نذكروا بان واخا غيجيو يلعب كنذكر بانه ماشي فاليدي لانه خصو يتسنى ماتش اوفيسيال باش الناس يعرفوا هذا الشيء اللي بغيت نقول معاك والماتش اوفيسيال حتى شهر 6 هذا الشيء اللي بغيت نقول لك هو واش ما نقدروش نطيحوا في لو ميم كا بحال ناصر الشادلي حتى انا خايف واش عقلتي على ناصر الشادلي راه جا لعب معنا مع كيريت جا لعب معنا ماتش ومن بعد قال لك سمحوا لي فلايني حتى هو ما عجبونيش الاجواء ولا ما ارتحيتش وقالت لينا حنا حتى مع لعاب اخويا حمزه الفلايني هاد كتدخل معنا ليكيب ناسيونال الاولى فلايني مشى خرج اون غومور كان جمال هو اللي ما بغاش لا ماشي ما بغاش قال بان جمال قال ليه انت ما تصلحش الكره يعني راه قال شي حاجه اللي ولكن بلاتي بلاتي انا كنت معاه علاش ما عيط ليه علاش ما عيط ليه فين يقول لي الله يرحم لك الوالدين تكتي معاهم راه كان معانا وكانوا مع عمر كان فين يلعب وانت فتح جمال ما عيط ليك باش يقول لك انت ما تصلحش الكره ما يمكنش واش قال لي شكون قال لهم راه قال لي يلعب باسكيت ماشي حاجه بحال لا شوف لقيته فين جا هو جمال ما يقولش شوف جمال عيط ليه فلقيته فين كنا حنا لقيته فين كنا حنا راه كانوا الطيور راه حنا في البطوله اللعابه مزيانين انا دوليازل وما تلعبوش قليل تلعب هرماش احمدي علاش نقولوا حنا لشي جمال فهمتيني ما جات ولكن الكاليتي ديالو با ما كانش سيرتو كان معانا كان عادي ترينا معاكم راه كان بلاص عره ديك الساعه طاري جا مهدي بن عطيه كان بلاص ابن عطيه ومشيش معانا لاكوب ديمون في هذيك الوقت هو تنقول لك هادشي جا بلاص عره ديك الفلايني في الاول طويل هادشي صاحب الظل الطويل طلعتي يعني شو كنا باقيين صغار ديك الساعه وكنا كويرين بروغريسي يا خويا نبيل بيان سور هو باش قال لهم ما عجبتهم هو ما قالش لهم شي جمال في الاول قال ما عجبتوش الاجواء كان بعد بعد مده طويله عاد خرجت الهضره هذه قال لك ما عجبتوش الاجواء ديال المغرب وهذاك الشيء بالعكس اما هو وديك الوقيته اللي ما اختاروش جمال كاع فيها يلاه جمال شنو دار راه دومي فيناليز ديال لاكوب ديال كوب ديال ما اختاركش مشى دومي فينال يعني عنده الحق علاش غندخلوا ديك الساعه بلاش غندير جمال ولا غادي نعاتبوه حيت ما جابش واحد اللعاب او بحال دابا هي لو كا ديال ادم انزو ولا معات ازنو اللي كاين في البايرن ما عيطش عليه شي با في لاكوب دي موند الاخرى ديال لو 17 مشى اللعاب حيت تصاور ديال المغرب من لاباج اوفيسيال ديالو حتى مؤخرا دابا عاد رد دابا بدا كيرد
علاش غنقولوا شيبان تضيعتينا في لعاب موهبه ولا شي حاجه اخرى؟ الشوار ديال المدرب وشتي الاختيارات ديال شيبان مشى مزيان تبارك الله، لولا الظروف كان يمشي حسن تبارك الله. لولا الظروف وشويه ديال التجربه اللي خانت هاد اللاعبين كانوا يمشيو مزيان تبارك الله في لاكوب دي مون. واخا نتوما ما خيفش من هاد القضيه اللي يجي بروفوكي السبليون يمشي الله، حيت هو باش نكونوا واضحين هو بزاف ديال المرات بزاف ديال المرات كان كيقول انا كنحلم نلعب مع المنتخب ديال السبليون، زعما باش نضحكوش على المغاربه. اه لعب مزيان كان غنكون فرحان يلعب مع الالعاب كيلعب في ريال مدريد وكيدير مستويات كبار في مدريد، ولكن راه سبليوني وما كنلوبوش لانه راه سبليوني وجبتي باه مو سبليون. مي واش مخايفينش انه شهر السي ملي يجي ماتش اوفيسيال واش ولا مستنضمش لك واش مازال غايجي غادي يشوف الظروف ما عجبوش الحال ما عرفتش ما يمكنش لكن عاوتاني كنضمنش على ان اللاعب صافي تونجاجا معاك تونجاجا مع ان بوبل كامل ومع بلاد على قدها خويا بريزيدو ديال الفيديراسيون واقف معاك تصور معاك. حنا واش جينا ولا الدياز اجي؟ حنا الدياز هذا راه عطاوه مشروع ديال البلاد وراه كنتمنى زعما حتى هو ينخرط، راه حتى هو راه عنده اون غروند ريسبونسابيلتي حتى هو. دابا صافي راه ولا مغربي نورمال صافي كان مغربي لا زعما دابا صافي راه مالو بغا يلعبش معنا لا ماشي مغربي مغربي بيان سور اصوله مغربيه. ابراهيم واكدها ابراهيم ابراهيم دونك الحمد لله على هذا الاختيار هذا وعلى هذا اللعب. نتمنى وجو شي لعابه يكونوا عاوتاني بحال وان شاء الله ليكيب ناسيونال لا يعاونوا وما نقدروش شي ولدنا ما ولد الدروبه ديالنا رحيبي اللي كيدير مستويات كبار في الشامبيونز ليغ. يلا بزاف ديال الدراري خاصهم يكونوا نتمنى ان شاء الله رحيمي خاصو يجي انا نقول بصراحه لا بروشين دات فيفا غيجي الله اعلم بقى اختيارات ديال المدرب الاخي بالوطني حنا غنشوفوا شنو غادي دابا. داكشي اللي كتشوف دابا شفتي الماتش الاخر مع النصر شايفو شحال هادي انا سوفي شحال دابا شحال هادي ضرب عليه تا كدوي على لا فورم اكشوال كنسولك على لا فورم اكشوال اون سوبر فورم تبارك الله من ديما هو باطنا عنده بلاصه في ليكيب ناسيونال عنده بلاصه في ليكيب ناسيونال عنده في 24 عنده بلاصه سوفي باطنا تا هو عنده بلاصه في 24 الكرتي وليد عنده بلاصه شحال يجيب هذا 50 هذا اللي على كلشي وعاوتاني الاختيار انا قلت لك شكون ميريتون بوطويل عنده بلاصه الحمد لله او بيان سور دابا بوغ اون سوبر فورم شديره كعبي سوبر فورم كعبي الى ما كعبي كلشي هادو تي ماركيو الى 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 ما كانش رحيمي في هاد شنو هو عاوتاني نخرجوا اللائحه ديال الماتش اختيارات المدرب اختيارات المدرب غيكون عادي ما ماشي عادي بوغ مو انا كاين ظلم في حق هاد اللاعب. انت هكاكي انا شنقول لك انا من الاولين اللي بغيتو يجي ليكيب ناسيونال دافعت عليه مره ما جوش هو ما كرهناش يكون داخل ولكن تبقى اختيارات ديال المدرب كيلعب مستويات عاليه تبقى اختيارات ديال المدرب اخويا نبي مايمكنش نمشيو حنا عند مدرب نشدو نقول دابا جيب الرحيم مايمكنش كان بيدينا انا نجيبو حنا وندخلو ولكن تبقى اختيارات ديال المدرب واش مقتنع به ما مقتنعش به وانا من الاولين اللي باغي الرحيم يكون في ليكيب ناسيونال كنتمنى ما يتطلبش هاد الدري لانه كيخدم ياخذ حقه ياخذ حقه ان شاء الله الله يلاك شي اللي بغينا هادشي اللي بغينا بزاف ديال الناس جبدناهم بسميات كاع غير بزاف ديال الناس باش يعرفوا هاد الحلقه كتصور قبل من الروتور ديال النصر و العين والعين لانهم غيلعبوا دابا شويه دونك ما عرفناش شنو دار باش نقول لك الناس ما دويناش على البيرفورمانس ديالو. المهم هو في لالي راه ماركا البيت ديال الرباح غياب لا باكوتشو لعب افاسونتر ومارك البيت ما حطيتيش النهار ديال الشامبيونات حتى لا غد فوالا داكشي باش الناس يعرفوا يقولك ما دواوش على وما تقولوش لنا راه زعما قلنا هضره ديال شي واحد اخر ما تنقولوا هضره والو ما تنشوفوش ما تنسمعوا حد ما تنشوفوش اصلا لابسين كندور اللي في قلبنا تنقولوا يلا وصلنا بشوف حالاتنا ولا زيد شويه رمضان كريم رمضان كريم وزا هذيك ما غاديك تسلو ما خليتي فيه والو الشباكيه لا العجبات والشباكيه الشباكيه لا عزيز عليا يا نونو عجبات ولا عزيز عليا ديال الشكل ديال الودن الودن ديال عرفتي شكون الشاب سميتو هذاك الشاب الشاب العربي الشاب العربي الشاب العربي تحيه لك خويا الشاب العربي ثانك يو بسعيد شكرا خويا نبيل شكرا خويا حمزه شكرا للعشرين رمضان مبارك سيدخلكم الصحة والسلامة أشرف خويا الموت ولك
ثانك يو حمزه برزوق. يور ويلكم سير. السلام عليكم اخويا نبيل. تحيه لك اخويا نبيل سعيد. اخويا اشرف. رمضان كريم العشران. دخلوا عليكم بالصحه والسلامه اخوتي وعقلوا على داكشي اللي قلنا لكم في الاول. القران الصلاه. وتحيه لواحد الدري صاحبي معاد راه عايش في كندا ود برشيد ديما تيقول لي هادشي ديديكاس اخويا فتاه تا والدراري تنسلم عليك عشيري والمتاليك وعاد العائله راه نسيت لي الكنيه ديالها اخويا حمزه كاع. بو غازير تحيه العائله ديال بو غازير تنبغيكم بزاف بزاف. الله يحفظك باقي مزيان ماشي مشكل. لا صاحبي ماشي ليسا حنا مع صاحبي واحد. مرحبا خويا سعيد. تحيه لكاع العشران اللي تفرجوا فينا في هذه الحلقه. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد فتاح. تلاقاو ان شاء الله. مبارك سعيد فتاح. مبارك مزيان عجبك سعيد مسكين مزيان. تحيه لخونا سعيد. سعيد تماك عليم حتى اي واحد مبيضو. شكرا لكم بزاف. رمضان مبارك سعيد. تحيه لخويا اشرف مخرج الحلقه هو اللي جاب لنا هاد العيبات. هاد العيبات راه مابقاوش غيرجعوا هو مسو شويه باش باش يعرف باش العائله ديالو كتفرج هاد العيبات هادو مابقاوش غيرجعوا غيبقاو هنا. شكرا لكم. نتلاقاو في الحلقه الجايه. رمضان مبارك سعيد. تشاو. سعيد فتاح. يا سلام. نبيل بالشقرون. يا سلام. حمزه بورصو. يا سلام. بودكاست في 90 انتهى الكلام.